السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. حلقة النهاردة الحلقة 861، بيستمر فيها غياب الزميل الكبير العزيز المهندس عادل القيعي لظرف صحي طارئ وبسيط، والحمد لله تعافى منه لكنه بيتدلع علينا شوية. خلينا نطمنكم عليه إن شاء الله في حلقة النهاردة اللي هيكون في الجزء الثاني فيها معانا اتنين من النقاد الكبار، الأستاذ محمد القوصي والأستاذ خالد الأتربي. ولما يجتمع القوصي والأتربي اللي بيحبنا ما يضربش نار. هنشوف إن شاء الله حلقة مهمة، لكن خلينا نستعرض مع حضراتكم أبرز العناوين. الأقدر والأقدر بالثلاثة، قرعة الأميرة والمحاولة الشريرة، الأهلي وضغط المضغوط، لكن زيزو فتوح والمنطق المفضوح، رسالة عبد المنعم افهموها بقى، الكبار الوهمية والصورة الذهنية. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن عايز أقول لكم أنه بداية ألف مبروك لأبطال النادي الأهلي لكرة اليد، رجعوا النهاردة بسلامة الله من العاصمة الكونغولية برازافيل بكأس أفريقيا، ودي كأس غالية جدا على الأهلي. كأس أفريقيا لكرة اليد بطولة غالية جدا على فريق النادي الأهلي، وبتأكد وبتعزز أنه كوماندوز الأهلي على الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. مزيد من البطولات، وأعتقد ده تأهيل وتجهيز جيد جدا قبل مشاركتهم في كأس العالم للأندية في الدمام إن شاء الله. الفريق قدم بطولة قوية جدا بقيادة ديفيد ديفيز الأسباني المدير الفني، والكابتن خالد العوضي أشاد وأشار كتير للأداء الرائع للعيبة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على تهنئة الفريق والجهاز الفني بالبطولة، وجه لهم التهنئة وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية طوال مشوار البطولة، وأكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني، وقال أنهم استحقوا اللقب عن جدارة بعد ما حققوا الفوز في جميع المباريات. وأشار الكابتن الخطيب إلى أن هذا التتويج الذي يتحقق للمرة السادسة في تاريخ النادي يحمل هؤلاء اللاعبين مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية اللي بتستحق ان يبذل الجميع قصارى جهده لاسعادهم. الحقيقه الكلمه الاخيره للكابتن محمود الخطيب بخصوص الجماهير. جماهير الاهلي يا جماعه يعني فعلا تستحق ان كل من يمثل النادي الاهلي وكل من يرتدي فانيله الاهلي يبذل اقصى ما لديه لاسعاد هذه الجماهير. جماهير فعلا عندها من الوعي والوفاء والانتماء والاخلاص للنادي اللي يخلي فعلا هم سند الاهلي الحقيقي، وهم حامي حمى الاهلي باستمرار وفي كل العصور. فريق كره اليد حقق هذا الانجاز المهم جدا، بنحييهم وبنبارك لهم عليه. منتخب مصر كمان، منتخب مصر لكره القدم وصل الى مدينه العين الاماراتيه علشان يعمل معسكره خلال فترة الأجندة الدولية اللي بتستمر لغاية يوم 17 الجاري إن شاء الله. هيلعب المنتخب مباراتين، يوم 12 مع زامبيا ويوم 16 مع الجزائر، والبعثة برئاسة الكابتن عامر حسين عضو مجلس الإدارة. وشفنا امبارح بعد إصابة إمام عاشور قرر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الاهلي الصاعد الموهوب الحقيقه لضمه بديل لامام عاشور. امام عاشور امبارح والمباراه شغاله، كل الناس قلقت جدا على اصابه امام. الاهلي فاز فوز مطمئن جدا انه يسجل 3 اهداف ويعمل اداء الى حد كبير في بعض الملاحظات، لكن انت بتلعب برضه الاسماعيلي، فريق عنده طموحاته وعنده قدراته وعنده دوافعه دايما قدام الاهلي. لكن الناس قلقت جدا على امام عاشور. وادي لحظه الاصابه، ولحظه يمكن اللحظه اللي بكى فيها امام، بكى معاه جمهور الاهلي وقلق جدا. اصابه كان فيها
اولا هطمنكم على اللي فيها، يعني لانه بسرعه الدكتور احمد جبالله طبيب الفريق خده على احد المستشفيات واحد مراكز الاشعه القريبه من استاد الجيش في برج العرب، عمل اشعه الحمد لله اطمن انه هي في الحته اللي امام مسكها دي على طول، العظمه بتاعه الساق بالظبط قصبت الرجل ديت فوق الكاحل بشويه، ويمكن هم هيبداوا هتشوفوا دلوقتي هيبدا الجهاز الطبي يتعامل معاها اهو بالظبط في المكان ده، فهي الحمد لله بعيدا عن اربطه الركبه، وكمان يمكن عملت شويه تسميعه بالم في الرباط الخارجي لكحل الرجل، يمكن ديت اللي قلقت امامه اللي خلته خايف جدا وقلقان وبيبكي، انه حاسس بالالم في الانكل تحت فخايف على اربطه القدم وخايف المساله. الحمد لله الاشعه طبعا واضح انه حتى الالتحامات فيها محدش هيقصد طبعا ياذي لاعب، لكن في طبعا جزء من العنف الشديد في التعامل مع اللاعب موهوب ومؤثر في الاداء بشكل ده، وشفنا له ازاي عمل الكره لحسين الشحات اللي حطها جت في القايم وبيرسي تاو سجل منها الهدف الاول. الحمد لله اهو شايفين الدكتور احمد جبالله وبيتعاملوا مع امام على طول في لحظتها. قلق جمهور الاهلي على امام كان بين للناس كلها، انه حتى الجمهور اللي الناس كانت فاكره انه جمهور مش محتضن امام ومش مهتم بصفقه امام عاشور، لا الناس قدرت اخلاصه وقدرت عطائه وقدرت حتى قبل كل ده اعتذاره قبل كده، الناس اللي عايزه تقف معاها عند نقطه معينه هم الناس اللي في قلوبهم مرض، لان الحقيقه اذا كانت اصابه امام في قصبه رجله فاصابه ناس كتير امبارح ظهر انه اصابتهم صعبه قوي في ضميرهم الانساني، ان انت تلاقي ناس بتكتب بتتشفى في الاصابه وبتتمنى الاصابه اللاعب ايا كان مين هو اللاعب، بس خدوا بالكم اصابه كشفت انه في ناس مصابه اصابه عنيفه جدا في ضميرها الانساني ومكوناتها الاخلاقيه، وده اللي حذرنا منه كتير. القضية مش قضية كورة ولا قضية منافسات ولا قضية صفقات ولا الكلام ده كله، الكلام ده هين قوي على فكرة، لأنه أي لاعب هيلعب وهيبطل، لكن الأخطر من كل ده إنه تشيع حالة من الشماتة في الإصابة، وإنك تلاقي ناس ضميرها الإنساني اتعور قوي بحيث إنه بقى يقبل ويتمنى ويتشفى في إصابة لاعب أو يتمنى الأذى اللاعب، المسألة يعني جد خطيرة، ما توصلش لدرجة إن أنت تتمنى إصابة لاعب أو تتشفى في لاعب أو تشمت في إصابة حد. بقول لكم دي إصابة عميقة جدا وخطيرة جدا في الضمير الإنساني والأخلاقي للناس ديت. وعلى جماهيرنا وقبل ما نقول جماهير أي حد لازم ناخد بالنا من الجزئية ديت في التعامل مع أي فريق منافس أو أي لاعب أيا كان هو مين. تمني الأذى وتمني الإصابة والشماتة في إصابة دي مسألة بجد إنسانيا يجب إن احنا كلنا ننبذها وكلنا نتصدى ليها. ألف ألف سلامة على إمام عاشور. الدكتور أحمد جبالله قال إنه عاشور محتاج ما بين أسبوع وعشر أيام، المسألة الحمد لله بسيطة، هيواصل تأهيله طبعا بعد يومين ثلاثة ويعمل أشعة تانية إن شاء الله تكون الحالة اتحسنت أكتر. في كل الأحوال مستر مارسيل كولر إدى البعثة إدى الفرقة كلها خمس أيام راحة، وده أول مرة الفريق ياخد راحة بعدد الأيام دي من فترة. طبعا التقاط الأنفاس قبل ما ندخل في مرحلة مضغوطة ما يعلم مداها إلا ربنا، لأنه الحياة اللي حاصل في الفترة اللي جاية مع بداية دور السوبر الأفريقي كمان أو الدور الأفريقي، شوفوا هتلعب يوم 20، يعني الفريق هيتجمع وهيتسافر إن شاء الله يوم 18، البعثة برئاسة الأستاذ طارق أنديل هيسافر يوم 18 يلعب يوم 20 يرجع يوم 21 يلعب هنا مباراة العودة مع سيمبا برضو يوم 24، إن شاء الله تعالى يتأهل الأهلي للدور اللي بعد منه على طول، يحزم الحقائب بتاعته ويستعد للسفر يا اما لجنوب افريقيا للقاء سان داونز يا اما لانجولا لقاء بترو اتلتيكو الانجولي، الاثنين هيواجهوا بعض في الدور الاول، اللي هيفوز هيواجه الفائز من الاهلي وسيمبا، نتمناه للاهلي ان شاء الله.
تلعب بره 29 وترجع تلعب هنا بعد 3 ايام كمان مباراه العوده. اذا جدول بهذا الشكل محتاج تجهيز اكبر عدد من اللعيبه. الحمد لله فتره الخمس ايام الراحه ان شاء الله تكون كافيه للعيبه ان تاخد نفسها شويه وترتاح، لكن كمان فرصه لاستكمال تاهيل بقيه اللعيبه الراجعين من الاصابات واللي بينفذوا برنامجهم التاهيلي، خاصه كريم ندفد اللي الناس كلها اشتقت تشوف كريم ندفد في نص الملعب. كريم ندفد ومحمود متولي، وايضا عندك اكرم فؤاد وكريم اكرم توفيق وكريم فؤاد الاثنين بيواصلوا تاهيلهم مع بعض، ورمانة الميزان الكبيره عمرو السوليه يرجع لمكانه ان شاء الله بعد ما يخلص برنامجه التاهيلي. بقول لكم كل العناصر المصابه عندها فرصه بعد ما تستكمل برنامجها التاهيلي اللي وصلت للمرحله الاخيره فيه تكون بعدها ان شاء الله جاهزه للمشاركه مع الاهلي، لانه الاهلي هيحتاج كل اللعيبه. كل اللعيبه هيكونوا مطلوبين الفتره اللي جايه، لانه فعلا عدد المباريات اللي بيلعبها الاهلي غير طبيعيه بالمره. الدكتور احمد جبالله النهارده حرص على اصطحاب اللعيبه لاحد مراكز التطعيم لتطعيم الفريق قبل رحله سيمبا في تنزانيا، وال ده يمكن كل ما هو عن مباراه الاهلي وسيمبا واستعداد الاهلي لهذا الوضع. على جانب اسيوي اخر او جانب عربي، الاتحاد السعودي بيستعد للاعلان عن تقديم ملفه لتنظيم كاس العالم 2034. احنا عارفين ان المغرب في ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال خدت حق تنظيم كأس العالم 2030، 2034 حتى تقدم لها السعودية، وفي الغالب الاتحاد الدولي بيتجه إلى منح هذه النسخة لإحدى الدول الآسيوية، في الغالب هتكون السعودية، لأن هي حسب تصريحات رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل إنه عندهم رغبة كبيرة جدا لتقديم نسخة مختلفة وتقديم السعودية كمان للعالم بشكل مختلف، واستضافه كل جماهير المونديال هيبقى فيها تحدي كبير قوي انك انت في الوقت اللي انت زودت عدد منتخبات كاس العالم ل 48 دوله، ادينا شايفين انه النسخه اللي جايه هتستضاف في 3 دول، امريكا وكندا والمكسيك، اللي بعد منها البرتغال واسبانيا والمغرب، لكن انك تقول السعوديه هتنظم لوحدها نسخه فيها 48 دوله، اعتقد ده تحدي كبير يكشف عن رغبه المملكه في ان هي تقدم نفسها للعالم بصوره مختلفه. دي يمكن كانت اطلاله اخباريه سريعه. قلت لكم بعد الفاصل هيكون معانا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوصي والاستاذ خالد الاتربي، واستعراض لمحتوى حلقه النهارده وكثير من الاخبار المهمه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة مع بداية الدوري الأفريقي كمان التحكيم المصري بدأ يبقى له دور، وطبعا في صعوبات كبيرة جدا قدام البرتغالي في التور بيريرا في إعادة تنظيم منظومة التحكيم في مصر، فيها مشاكل كتيرة، وأساسا أصلا أسرة الحكام مع بعضهم ما بينهمش عشرة كويسة أبدا طول عمرهم كده يعني. لكن عايز أقول لكم إنه يمكن وقع الاختيار على الرباعي المصري احمد حسام طه ومحمود البنا ومحمود عاشور ومحمد عادل للتحكيم في عدد من مباريات الدوري الافريقي الجديد، سواء اللي هيبقى فيهم مساعد حكم زي احمد حسام طه هيكون مساعد معتز الشلمان الحكم الليبي في مباراه سان داونز مع بترو اتلتيكو مباراه الذهاب، ومحمود البنا ومحمود عاشور هيكونوا في غرفه الفار في مباراه مازيمبي والترجي، وايضا هيكونوا مع بعض في مباراه الاياب للوداد وانيمبا النيجيري، ومحمد عادل هيكون حكم فار ايضا مساعد في مباراه الوداد وانيمبا مباراه العوده. اذا ده الوجود للتحكيم المصري في هذا الدور، ونامل ان شاء الله تعالى يكون ليهم تاثير ووجود اكبر على الساحه الافريقيه. يمكن لما قلت لكم في البدايه انه الحلقه بيستمر فيها غياب المهندس عدلي، لقيت رسائل كتيرة جياني عايزة تطمن على المهندس عدلي، لأنه غيابه طبعا بيقلق الناس جدا والناس عايزة تطمن عليه. رديت على الناس على التليفون، لكن خلينا نرد للناس كلها ونطمن حضراتكم على المهندس عدلي القيعي. مساء الخير يا باشمهندس.
مساء النور يا استاذ ابراهيم عليك وعلى الساده المشاهدين اللي بجد يعني بفتقدهم تماما يعني وبعتذر لهم. يعني انت تتدلع وتغيب وانا اقعد ارد على الناس. البركه فيك بقى. ده ودود. الف حمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك. طمني وطمن الجمهور كله. طبعا نزلت برد رزله شويه. اها. قلت ان انا لازم يعني اكن بقى لسببين. احافظ على صحتي وعلى صحتكم انتوا كمان يا ابراهيم في القناه. لا لا ما يعني ما تجيبهاش فينا. اهلا وسهلا. لا يعني لقيت ان يعني حسيت اني لسه مش هقدر استحمل النزول والتكييف اللي هم يعني بيسلطوه علينا ده. اه. ويعني اخر مره انا قلت لهم خلي بالكم التكييف ما فيش فايده. لا الحمد لله على السلامه وان شاء الله تنورنا في حلقه الخميس ان شاء الله. باذن الله ربنا يعني دي مشيئه الله باذن الله. ان شاء الله. مباراه الاسماعيلي امبارح فوقتك شويه؟ والله اي حاجه ايجابيه للنادي الاهلي طبعا بتفوق جدا يعني. يعني ما فيش اجمل من ان الواحد يعيش انتصارات الاهلي لما تكون كمان بشكل كويس محترم. الناس تتكلم عليه كويس وفي لحظات المتعه المطلوبه في مشاهده كره القدم. يعني في فنيات وفي حاجات بتتعمل. والحقيقه كمان اللي خلى الصوره تكتمل ان الاسماعيلي كان ند وكان مقدم واحده من افضل مبارياته. فالتابلو كله كان على بعضه حلو. وانت قاعد في البيت بقى ومريح، ايه اللي لفت انتباهك من قضايا الرياضه بقى والكوره في اليومين اللي فاتوا دول؟ بص يا استاذ ابراهيم انا كل ما اسرح ازعل. تزعل؟ ازعل. مفيش حاجه بتتغير يا استاذ ابراهيم، مفيش حاجه على الساحه بتتغير، والناس بتزعل مننا لما بنتكلم بصراحه. يعني ما زال نفس الناس اللي بتاخد الكلام وتجتزئ وتخرجه عن سياقه موجودين، ونفس الناس اللي هي عماله تلسن وتشوه لك اي حاجه، اي اخبار كاذبه، اي اشاعات موجودين. وبعدين اللي اكتر من كل ده بقى لما بتشوف الدنيا حوالينا ازاي بتخطط لكره القدم وازاي بتحاول انها تطور من نفسها بنظام يعني صارم جدا بيتطبع الصغير والكبير، والكود الاخلاقي بيسبق اي شيء. يعني ما تشوف الدوري السعودي بكل نجوم العالم فيه وطريقه السيطره والانضباط اللي بتحصل فيه تزعل على حالنا احنا. ايه ليه بقينا كده؟ انا سامعك وانت بتتكلم على قضيه التحكيم اللي هي ثلاث ارباعها من صنع اسره التحكيم. ايوه. ما تقوليش ان الحكام بتوعنا يعني ناقصهم خبره ولا عايزين يتطوروا ولا ما يعرفوش القانون. لا، المشكله ان متاهه حتى استوديوهات التحليل تحس برضو ان بدا يدخلها نوع من الشخصنه. عايزين يحرجوا حد، عايزين يتكلموا على حد، يجيبوا حالات ويتجاهلوا حالات. الموضوع بقى ما فيش فيه نوع من الخدمه العامه الصادقه اللي تاخد بايد المواطن وتريحه تقدم له متعه. التنافس الشريف هو اساس المتعه. بقينا عايشين في حاله من الخصام والخلاف والتحقير وتلقيح الكلام وكل ده، وفي ناس كتيره داخله في الموضوع ده اصحاب كلمه واصحاب راي. الناقد والمعلق والمحلل والصحفي واللاعب القديم واللاعب يعني احنا بنجرجر الدنيا ورانا الحاجات غلط، وغيرنا عمال بيرتب اوراقه عشان ينطلق ويقترب من الناس المتطوره. فمش عارف اخرتها هنفوق امتى. يعني احنا امتى هنشعر ان احنا دخلنا كره القدم القاره، احنا واثيوبيا والسودان وجنوب افريقيا، احنا انشانا الاتحاد الافريقي، احنا الاعرق. ورغم هذا وعلمنا الدنيا كلها وقدمنا مدربينا وقدمنا كوادرنا الاداريه تاسس وتبني وتعمل، وبعد كده سيبنا الدنيا كلها ماشيه صح وبدا احنا ناخد كتالوجنا الهيصه اللي احنا ماشيين فيها. يعني وصل درجه ان انت تلاقي نبره تشفي عند ناس يعني للاسف مثلا في يعني اصابه لاعب يعني امام عاشور. يعني امام عاشور يعني اولا واخيرا لاعب هايل جدا، من حق
الزملكاويه يفتقدوه، بس انت بعته وبعته بمبلغ كبير، ما تجيش تقول لي كوبري عشان يبقى كلمه الكوبري دي جزء من البرنامج الانتخابي اللي الناس بتتكلم فيه في الزمالك. احنا مش بتوع كباري، مش هنسمح بالكباري والكلام اللي بيعجب الناس، لكن لما يبقى لما تناقش مضمون تلاقيه كلام فارغ. ايوه. هو في حد بيقول لك بيع لعيب ب 3 مليون يورو عشان يتعمل عليه كوبري؟ ده كلام يعني كوبري ايه؟ كلام برضي بيه الناس علشان يعني ابرر بعض الحاجات اللي عندي، لكن مش هي دي الحقيقه. الحقيقه انت عندك لعيب سابك راح تتاج بالظبط. انت فاكر لما اللعيبه اللي سابتنا وكان يعني احيانا يحدث تحامل عليهم؟ طيب. كنت انا بقول للناس خلاص سيبوهم بقى، ما تكونش دعوه بيهم، بس احيانا اللاعب هو اللي بيخلي الناس تتكلم عليه. طيب. انه يعني لما لعيب يسيب نادي ما خلاص ما يضايقش جماهيره. طيب. ابسط حاجه يحترم مشاعرهم وخلاص. يخلص لمكانه يا ابراهيم. بالظبط بالظبط. ويبدع ويسيب الناس تستمتع بيه، انما يوصل الامر للشماته الغريبه اللي حصلت امبارح، والحمد لله يعني ان الاصابه جت خفيفه. الحمد لله. ولكن لامتى؟ لامتى؟ ونبتدي بقى نقول هتاخد مني هاخد منك يعني. هو شغل انتقالات، ما كل انتقالات لعيب وكلها حركه فلوس واموال. انا ابني نفسي اقتصاديا صح؟ طيب صح. طيب في الموضوع ده، لانه كمان في القناه مصممين يقدموك رئيس شركه كره القدم بالنادي الاهلي زي التايتل ما مكتوب، فدي فرصه ان انا اسالك بقى كرئيس شركة كورة اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي في الكورة؟ لا في البرنامج. لا كشركة كورة. نحن ناخد الامور بتاعة الكورة نحاول نشتغل بيها بالشكل الاحترافي اللي هو موجود على مستوى العالم، وده مسألة بالنسبة لي مش صعبة قوي. ليه؟ لأن الأهلي تقريبا هو بياخذ بالأسباب دي بقاله مدة، بس إيه؟ بنطورها بقى. يعني الفترة الجاية يعني ربنا سهل لما نخلص حاجة نعلنها يشعروا بشيء من التغيير يعني. كرة القدم عمادها الاقتصاد يا ابراهيم. إذا كانت شركة الكورة موجودة عشان جوانب فنية واستكمال جوانب فنية، مش هتقدر تعمل ده إلا بدعم الجوانب الاقتصادية وتطويرها طبعا، والبحث عن وسائل جديدة بأشكال جديدة ومخرجات جديدة تبتدي بقى تقربك شوية بشوية، ونرجو ان النظام العام في مصر يسمح لنا بكده. لكن كمان انت كل سنة اللوائح بتتغير، واللوائح المسابقات الناشئين بتتغير، بنهدر ثروات كتير ما احنا يعني ما مش عارفين نستفيد منها. فخلينا يعني لما نخلص حاجة نعلنها. بدأت الشركة هي اللي تكون مختصة بعقود رعاية الكورة مش كده؟ لا، ما هي اتنقلت لها الحاجات دي، بس احنا قبل ما نيجي كان في حاجات ابتدت، ما كانتش الشركة يعني بدأت انها تهندل الموضوع ده. لكن مثلا الموضوع بتاع ليبتو الاخراني، ما هو ابتدى في الشركة وانتهى يعني من اي تو زد يعني. وهناك مسائل اخرى، والمجلس مشكورا حول كل الرعاية فيما هو قادم إلى الشركة يعني. ده كلام مهم جدا. المنتخب الوطني سافر للعين الإماراتية عشان المعسكر بتاعه. العلاقة بين المنتخب والأندية محتاجة في الفترة الجاية يكون فيها اهتمام أحسن من كده شوية؟ بص، من كتر ما بنتكلم فيها بناخدها بشكل شخصي. الثوابت زي ما قلت لحضرتك، وحضرتك هتكت معايا على هذا الكلام أكتر من مرة، إذا هناك ماتشات ودية للطرفين الأولوية لمين؟ المنتخب. طب لو الماتشات رسمية للاثنين الأولوية لمين؟ للمنتخب. طب لو حد عنده ودي والتاني عنده رسمي، للرسمي. الأولوية لمين؟ للرسمي. للرسمي. والأولوية مش معناها إن على حساب التاني. بالظبط. المنتخب بيبقى عنده فرصة يجرب عناصر جديدة. أيوه. ويجرب ماذا لو كان ينقصه هذه العناصر. أيوه. يعني اللي شايفينه متضايقين من تجربة تونس، لا، هي كانت تجربة مفيدة رغم قسوتها. أيوة. لأنك أظهرت لك إنك لا تبتدي تشتغل في الحتة دي بطريقة مختلفة. حتة الدفاع دي، فاهمني؟ أيوة. لهذا جعلت الماتشات الودية وجعلت فترات التدريب والمعسكرات التدريب، لكن
عايز المناقشه اللي بيناقش الاولويه للمنتخب. طبعا طبعا الاسيست بتاع احمد كوكا امبارح متهيالي فواك من دور البرد. احمد بيتطور واحمد بيأكد فراسه ونظره كل المدربين اللي جم واحتفظوا بيه وخلوه معاهم في الدرجه الاولى ما نزلش. يعني احمد من ساعه ما اتصاب تقريبا ما نزلش. ابتدى باك ليفت، جربوه باك ليفت وعمل ماتشات كويسه. ايوه. بعدين ابتدى يتجرب في اكثر من مكان وتم الاستقرار بينافس عناصر دوليه في مكانه. ايوه. والنهارده المنتخب بيتنبه الى انه يعني يقدر يجربه ويستفيد منه. وهو انا ده بقى مسؤوليه اللاعب ناحيه نفسه وناحيه ناديه وناحيه انه يكون يعني ملتزم وجاد مع الفرص اللي بياخدها. ورساله لبقيه الناشئين اللي بياخدوا فرصه كله يثبت بقى ان هو جدير بيها. ما فيش بص الكوره وسطتها الوحيده انك انت حد يطلعك المسرح. ايوه. بس لو طلعت المسرح بقى ما تقولش للناس سقفوا لي غصب عنكم. ده شغلك انت. غني انت بقى. على فكره على فكره المساله مش فنيه بس. طبعا طول ما انت انسان ملتزم صحيح ومنضبط وزمايلك بتحبك هتحاول تنجحك. طول ما انت بتتصرف بشكل فردي او متعالي الناس ممكن بعد شويه تتضايق منك، مش هتساعدك. محدش بينجح لوحده يا استاذ ابراهيم. اكيد. كلمه السر في التيم وورك، العمل الجماعي. صحيح. والاهلي بقى هو صاحب المدرسه دي. صحيح. طبعا انت مش ما بتتابعش ماتش الباسكت دلوقتي، مستني بس حد يبلغك بالنتيجه. لا بقى الباسكت النهارده طبعا ده اهم ماتش، ده هو ده الفاينل. ان شاء الله نبلغك بالنتيجه وتطمن عليها. بس احنا كمان اطمنا على حالتك وعلى صوتك عشان كده منتظرينك يوم الخميس. المأزق بتاع النادي الاهلي ان كل خطوه بخطوه لقدام ما بقتش حد طايق انها ترجع. يعني دلوقتي عايز تكسب في الهاندبول وعايز في الباسكت وعايز في الفولي وعايز طبعا في الكوره. ايوه. وعايز العلامه الكامله، مش عايز بطوله تقع منك. ده انت مش عايز حصتين يقع منك. ايوه. فالمعايير بقت صعبه. ولذلك يعني رجائي من الجماهير عايزين ننزل نقف على ارض الواقع شويه ان الكوره في العالم كله ما فيهاش المعيار المطلق ده. يعني مش مطلوب المثاليه في كل لحظه. هنحاول وبنحاول، واعتقد ان الاهلي كان جدا والناس شافت هذا الكلام في انه يبني الفرقه دي خلال السنتين اللي فاتوا بالشكل المتدرج الجميل ده. تفتكر علشان كده يا باشمهندس مارسيل كولر امبارح الجمله اللي قالها في المؤتمر الصحفي انه النتيجه لا تعبر حقيقه عن سير المباراه، ده كان فيها انصاف للاسماعيلي ولا هو كان شايف ايه؟ لا كان واقعيه وبينبه فرقته في نفس الوقت وبيحترم المنافس. لان هو بيقول لك وانا مش بلعب لوحدي. ايوه. لازم تفهموا انه في منافس. بالظبط. المنافس ده جايب اهداف وباسلوب وبيحاول يفرض نفسه، احيانا ينجح واحيانا احنا ما نسمحلوش. ايوه. فلما يحصل يبقى نبقى نشكر ربنا ان عملنا ماتش برضه حلو وكتبنا بجداره، لكن في نفس الوقت لا نبخس حق الاخر، وفي نفس الوقت ندق ناقوس بيقول لنا الله هو احنا ليه تعرضنا بكذا كوره ثلاث اربع كرات ما لهمش لازمه. هو بيفوق فرقته وراجل واقعي وانا بيعجبني فيه الكلام ده يعني. صحيح صحيح. باشمهندس سعداء بالاطمئنان عليك وفي انتظارك في حلقه الخميس ان شاء الله. تحياتي وكل التوفيق ليك ولضيوفك. سامع ان معاك هيبقى الاوسي والاتريبي. طيب اتنين عتاوله هم جامدين يعني طبعا. ما يغنوناش عنك ابدا ونطمن عليك. لا لا. وتشرفنا يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا للمهندس عادل القيعي، واعتقد حضراتكم اطمنتوا بنفسيكم على حالته الحمد لله. دور برد كان خفيف لكن زي ما قلت لكم هو عايز يطمن اكتر، فان شاء الله يكون موجود معانا في حلقه الخميس. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الاوصي والاتربي وكلام مهم جدا في الكوره. اهلا بحضراتكم من جديد. رجعنا لكم بعد ما اطمنتوا على المهندس عدلي وعلى اوضاع الاهلي وشركه الكوره واللي بتنجزوا من شغل كبير للمرحله الجايه بهدف تطوير منظومه كره القدم في النادي، وان شاء الله الفتره الجايه هتشوفوا مفاجات كثيره ساره جدا تسعد كل الاهلاويه. خلينا في البدايه نرحب بالناقدين الرياضيين العزيزين الاستاذ محمد القوصي. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، سعيد بالتواجد معاك طبعا. يعني لما انت سعيد جاي متاخر ليه؟ انا اتاخرت فين ده يا دوبك؟ طريق الزحمه شويه.
والناقد الرياضي العزيز الاستاذ خالد الاتربي. اهلا بك يا استاذ خالد. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، ومبسوط اني مع اساتذه الكبار طبعا، الاستاذ ابراهيم منيسي والاستاذ محمد القوصي، يعني حاجه تسعدني طبعا. بس ما فيهاش ضرب نار ان شاء الله. الايام دي مش مستحمله ضرب النار. الايام دي كلها ضرب نار. طيب قويهم. الحقيقه يمكن كنت بتكلم في الفاصل يا استاذ خالد في الجزئيه بتاعت ان الناس بدات تبقى عندها استعداد تشمت في اصابه لاعب. وقلت انه اذا كان امام تعور في قصبه رجله، في ناس تعورت في ضميرها الانساني. وبدات يعني نبره الشماته، وانت واحد طبعا من رواد السوشيال ميديا وصانعيها، شايف التحول ده ازاي؟ كده مش هنضرب نار؟ لا طيب. تضرب نار فباصل للقوص. لا هي اللي بيحصل هو نتاج لمرحله طويله جدا من الانفلات وعدم الانضباط في الوسط الرياضي. وشخصيات بينها ومعروفه، وده نتاج تراكمات. تراكمات كان الاعلام يتوارى عنها وعامل نفسه مش شايفها. وبالتالي الاجيال بتتعاقب ورا الاجيال، ولسه برضو التجاوزات بتفضل موجوده. فهتلاقي نفس الشكل، هناخد وقت طويل علشان ان احنا نزيل هذه الاثار ونعود لقصه بقى الروح الرياضيه والمناوشات اللي في الكوره. في فرق ما بين استاذ ابراهيم، في فرق ما بين التعصب ومناوشات الكوره. الكوره لازم يبقى فيها مناوشات، والمدرجات لازم يبقى فيها سخونه، حراره المنافسه لازم يكون، حراره المنافسه، لانه ده المدرج. وحتى المدرج كمان المنتقل الى السوشيال ميديا، ما هو برضه مدرج، ده مش مكان اوبرا، مش مكان اوبرا ولا هو مسرح. احنا في الاول واخر جمهور كوره، جمهور لعبه شعبيه اولى، فيها كل الفئات، فيها المثقف وفيها اللي مش كده، وفيها اللي وطول عمرها هي دي طبيعه جمهور الكوره. بالظبط كده. بالظبط كده. اللي زاد عليها بقى هو التجاوزات اللي زادت في الموضوع ده. انما انا مش مستغرب، لان في ناس قبل الاصابه شمتت بالفعل في حاله وفاه، يعني في ناس في مش يعني هقول لك الاسماء، يعني مثلا يعني رحمه الله عليه المستشار عادل الشرباجي برضو كانوا بيشمتوا في الوفاه. حصل على السوشيال ميديا. احنا طالما بنتكلم لابد ان احنا بقى نقول الوقائع اللي حصلت بالظبط. فدي ظاهره لابد ان احنا نتعامل معاها واحده واحده وبهدوء، علشان الموضوع التراكمات لفتره طويله محتاج وقت ومحتاج تمهل وعقل في التعامل معاه. طب صوت الحكمه رحيم فين بقى؟ لا انا يعني المفروض يعني ندخل في مرحله اعمار الرياضه المصريه، او تضميد جراح الرياضه المصريه، او رفع سد الثقوب اللي حصلت والشروخ اللي حصلت في الكره المصريه او في الرياضه المصريه، الكره المصريه بشكل خاص والرياضه المصريه بشكل عام. لان احنا فعلا مرينا بمرحله كانت مرحله يعني مرحله صعبه جدا، هي الأسوأ في تاريخ الرياضه المصريه، والأسوأ في تاريخ كره القدم، والأسوأ في ظهور بعض الشخصيات اللي شوهت زي ما انت بتقول كده الضمير الانساني من جوه. فاصبح عندنا ضمائر مشوهه، علينا يعني ان احنا نعمل من دلوقتي على اصلاح هذه الضمائر. الحمد لله ربنا كرمنا بدانا نتخلص من الجزء منها كبير جدا، علينا ان نبني على هذا الجزء، يعني ننزع التعصب، نشتغل على الادب والاخلاق والقيم والتواتر وتقبل الاخر والمنافسه واحترام الاخر. يعني انا لا اتخيل ان يعني ده احنا يعني حتى ديننا بيمنعنا، بيقول لك يعني لا شماتة في المرض ولا في الموت. يعني لما هتشمت في مرض واحد ممكن ربنا يجيبه فيك، ما انت ممكن تبقى ماشي ورجلك تلف تحتك تتقطم، يعني ده ما ينفعش. يعني فان الكلام ده يحصل اعتقد ده امر غريب جدا، وامر غريب على قيمنا واخلاقياتنا وديننا وتعاملنا. ان حد مثلا يشمت في امام عاشور ان هو اصيب، وانا مش شايف ان امام عاشور ارتكب جريمه ولا ترك نادي الزمالك ولا عمل، الراجل مشي واتباع الزمالك اللي باعه، نادي الزمالك اللي باعه. وحتى لما امام عاشور رجع وقرر ان يرجع، راح لهم تاني وقال لهم انا عايز اجي لكم، هم اللي رفضوا ياخدوه. طب انت عايز منه ايه؟ يعني ايه اللي مطلوب منه في هذه؟ راح النادي الاهلي، وكل همك وكل مشكلتك ان هو راح النادي الاهلي، كل مشكلتك ان هو بيتالق وهيبقى اضافه ودعم كبير للنادي الاهلي. فهو يعني هو فرحان في النادي الاهلي اكتر ما هو فرحان في امام عاشور. بس انا اختلف يعني في حته ان هو راح لهم تاني. يعني
هو على الاقل كان متاح. اه هو يعني كان متاح، هم اللي ما قدروش بالظبط يعني وكان هو الراجل ما عندوش مشكله، ما عندوش مانع، ما عندوش مانع يعني ما اعلنش يعني لا ما عندوش مانع نروح، بس هم قالوا ان احنا مش عايزينك لان احنا مش هنقدر ندفع الفلوس دي ومش هنرجع ال 3 مليون دولار اللي احنا خدناهم تاني. اللي هو اللي كان ماسك ملف الكره وقتها احمد حسام ميدو قال كده بالظبط، قال انه امام ما كانش عنده مشكله لكن الزمالك هو اللي كان عنده مشكله. فعلينا من الان ان احنا نشتغل على ده. وانا شايف يا استاذ ابراهيم ان موضوع التعصب اللي احنا وصلنا له ده الحقيقه احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا ومرحله سيئه جدا ومرحله يعني تهدد كتله الشعب المصري، يعني مش الكره هي اللي تفرقنا، يعني اصبح مثلا دلوقتي الواحد بعض بينظر للاهلاوي وللزمالكاوي ينظروا لبعض كانهم ديانات مختلفه. الاهلي والزمالك مش ديانات، مش مقدسات، يعني حب انت الاهلي، حب انت الزمالك، حب اي نادي، بس احترم الاخر، قدر الاخر، وتعامل بشكل شيك وشكل محترم وشكل مهذب وشكل مؤدب، واحترم قناعاته واحترم اخلاقياته واحترم النادي اللي فيها. مش كل هدفك في الحياه انك تشوه فيا، انا بحقق بطولات، مش كل هدفك انك تشوه بطولات عشان انت مش قادر تاخد بطولات، يعني فامور غريبه جدا. فيعني شايف ان المفروض نشتغل على ده من المدارس، انك يعني تزرع جوه الولاد الصغيرين اللي هم بيطلعوا ويشجعوا القيمه والادب واحترام المنافس والتشجيع المثالي والحاجات الكويسه اللي هي كانت قبل 30 سنه من دلوقتي، وكانت الناس محترمه وكانت الناس قيمه مع بعضيها وبتحب بعضيها، ما فيش تعصب، ما فيش شماته في الحاجات دي. مستحيل حد يشمت في حد يا جماعه، انه مرض او اصيب او كتر او جاله صليبي او حتى مات، يعني امور غريبه حقيقه. دي كلها من بقايا الفتره اللي فاتت. ده يعني من مخلفات الفتره المأساويه اللي احنا عشناها، ومخلفات كارثيه بتحتاج الى نوادر ترفع الانقاض، عشان ترفع الانقاض. ده كلام مهم جدا. وايضا امبارح كان الاهلي مع الاسماعيلي مباراه مهمه جدا اسعدني فيها كلام مارسيل كولر على الاداء الاسماعيلي ورد جهاز الاسماعيلي، عشان كده تكون ضربه البدايه مع الاقدر والاقدر بالسلاسه. الحقيقه امبارح الاهلي وهو بيلعب مباراه مهمه جدا ومباراه تقيله مع منافس يختزل كل قوته وكل تركيزه وكل دوافعه لمباراته مع الاهلي، الاسماعيلي باستمرار لو ادى كل مبارياته في الموسم بنفس الدافعيه ونفس التركيز ونفس الحماسه اللي بيكون عليها في مباراه الاهلي، اعتقد هيبقى فريق تاني خالص يعيد عصر الدراويش. امبارح الاهلي فاز بالثلاثه، كان فيها جداره كامله وفيها قدره للفريق على تحقيق الفوز. الغريب انه طلع الكابتن او الاستاذ احمد فهيم عضو مجلس اداره الاسماعيلي قال لك التحكيم هو اللي هزمنا من الاهلي، وما تفهمش ازاي برضه. لكن عموما قبل ما يعني بما انه اشار عضو مجلس الاسماعيلي لده، نشوف الكابتن ياسر عبد الرؤوف. وياسر عبد الرؤوف خبير التحكيم او التحليل التحكيمي في قناه الزمالك والان في قناه اون تايم سبورتس، يعني الراجل مش هتقدر تقول ان هو منحاز للاهلي، لكنه ايه اللي في المباراه اصلا من اسباب تدعو للانحياز التحكيمي؟ اعتقد كل خبراء التحكيم اللي تعرضوا لهذه المباراه متهيألي يا استاذ خالد جداره الاهلي بالفوز فيها كانت واضحه. مشكله الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت كده، ان هم بيحاولوا ان هم اولا يبذلوا اقصى جهد عندهم، مش الاسماعيلي بس، فرق الوسط وفرق المؤخره بيحاولوا يعملوا كده، وفي فرق منهم جماهيريه بتحاول تداري الحقيقه عن جمهورهم، زي مثلا الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه ليه، زي التحكيم، زي زمان بقى طبعا السحر، زي ما فيش حد بيتكلم على سحر كروي حقيقي بيتقدم في الملعب، مش حد بيتكلم في جمل تكتيكيه اتعملت في الملعب، مش حد بيتكلم في تحضير موجود في الملعب، مش حد بيتكلم على مدير فني بدل الفرقه عامل اثنين وثلاثه على فكره. مفيش حد بيتكلم على انك بتشتغل فنيا ازاي بتشتغل تكتيكيا، ازاي الشوط الاولاني انت المتحكم في رتم الاداء، انت اللي بتعمل كل حاجه في الكوره، لا هو التحكيم هو وانا اكاد اجزم هو الهدف اللي جابه نادي الاسماعيلي هو اللي سمح لعضو مجلس اداره في نادي الاسماعيلي ان هو يقول لك ده التحكيم حرمنا على اساس انه كان عنده ضربه جزاء فيبقى ند مع الاهلي، فالعمليه كانت هتبقى فرق واحد. مش نسمع ياسر عبد الرؤوف، نشوف الكابتن ياسر عبد الرؤوف. حاله سقوط داخل المنطقه، الكرة اتشاطت وبعدين هنشوف بعد كده في مخالفة ولا كل اللي بيحصل ده التحامات طبيعية. لاعب الأهلي نجح في ان هو يوصل للكرة وبعدين، بس ارجع لي بقى فريم واحد، نجح في ان هو يوصل للكرة
وطبيعي يا خيري ان هو لما يلعب الكوره رجليه هتكمل، وطبيعي ان لاعب الاسماعيلي برضو بيجري في اتجاهه، فهما الاثنين اتقابلوا في نقطه واحده، بالتالي ده احتكاك طبيعي. حصل بعديه تاني احتكاك طبيعي ما بين مدافع الاهلي وبرضو مهاجم الاسماعيلي، كل ده احتكاكات طبيعيه ومشروعه، ما فيش وجود لاي مخالفه من المدافعين. نروح للحاله اللي بعد كده، وكانت الحقيقه مطالبه باحتساب ركله جزاء بس ونقف. حلقة طبعا ان الراجل بيصوب ولكن الكوره جت في ايد المدافع اللي داخل جسمه، ضامم ايده جوه جسمه، داخل جسمه، فبالتالي مفيش نوع من انواع تعمد لمس اليد ولا نوع من انواع مخالفات لمسات اليد، بالتالي القرار الحقيقه كان من البنا سليم، وفي نفس الوقت برضو استمرار اللعب كان قرار سليم. جميل. الحاله اللي هي بعد كده بس وقف البنا هنا اتقفل عليه خلاص، هو كده مش شايف ايه اللي ممكن يحصل، فبدا يعمل ايه؟ يفتح نفسه احتمال عشان يشوف. أيوة. حصل السقوط، البنا اشار بركله ركنيه، يعني اللعب مستمر مفيش مخالفه، في بس لحظه معينه بس لا ارجع لي معلش فريم واحد علشان الناس كانت بتتكلم على الايدين، بس احنا برضو نراقب حركه الرجلين، ارجع لي معلش ونراقب الرجل الشمال للاعب الاسماعيلي، هنلاقي في اللحظه دي خلاص لاعب الاسماعيلي هو عنده النيه للسقوط. الدراعين تقريبا بيتعاملوا بنفس الشكل من فوق، الايد الشمال للاعب الاسماعيلي والايد اليمين كمل كمان فريم بس بالظبط كده، الايد الشمال للاعب الاسماعيلي، الايد اليمين لمدافع النادي الاهلي، الرجل متنيه بالشكل ده، بدات الايد ترتفع، كل دي مؤشرات تديني ان اللاعب عايز يحصل على ركله جزاء، ولكن الحقيقه قرار البنا باستمرار اللعب قرار سليم. طيب واضح جدا قرار البنا من الاول، شايف انه لاعب الاسماعيلي قوسي عايز يقع. لا الامور دي محسومه الحقيقه، البنا عمل مباراه كبيره جدا امبارح ومباراه محترمه، وحتى يمكن ما شفناش رجع في اي واحده الفار، يعني بتاعت هاني هو واخد قراره، بتاعت بيرستاو اتعرض لواحده زي دي وكانت اعنف من بتاعت علي معلول دي، مع اللي فيها اعتراض واضح يعني، واعترض والراجل خد قراره وما رجعش الفار، الاخيره دي خد قراره ما رجعش الفار، فالراجل كان ماشي. انا مش شايف يعني التحكيم، النتيجه كانت خساره، النتيجه كانت 3-0 يعني، التحكيم ما اثرش على الاطلاق على نتيجه المباراه ولا على سير المباراه يعني، لكن انت مش معقوله كل نصر الاهلي بيحققه تطلع فيه القطط الفطسانه، او تطلع انك انت كان لك حق او لك ركله جزاء او لك هدف ملغي، ما فيش كلام ده الحقيقه. الهدف من الكلام ازاي تقلل من جداره الفوز، وازاي تداري على ازماتك، ازاي تبين للناس ان لا الاهلي ما كانش قوي ولا انا كنت ضعيف، ده الحكم هو اللي حرمني، الحكم هو اللي هبط الفرقه عندي. انما لو بتتكلم في حتى الثلاث اهداف اللي جم في النادي الاسماعيلي، هما ثلاث اهداف جمل ملعوبه ولا اروع، وثلاث اهداف اخطاء كارثيه دفاعيه سواء من خط النص او من خط الدفاع، بيقول لا ان في اخطاء وفي فوارق فنيه رهيبه ما بين الاسماعيلي. انا عايز افرجك على الثلاث اهداف، لانه فوارق فنيه رهيبه فيهم طبعا، ما هو ده يبين الفوارق الفنيه يعني اللي بيحاولوا يداروها يا استاذ ابراهيم. شوف يعني كوكا الاسيست ده لوحده وداه المنتخب، هم يعني هنا بصوا اللي انتوا ده الهدف، شوف انت الكعب من امام، شوف الكعب من امام وهو حاسس بظهره، اتفرج حاسس بظهره بحسين، اتفرج هل بقى استاذ ابراهيم هو هيقول لك بص اللمسه ديت، لان هو ده الجون بالظبط. طبعا الفولو من بيرستاو قايل جدا، بس شوف حسين الحته دي بتاعته تقريبا كاتب عليها هنا بقى، هو لما يدخل في الحته دي خلاص هنا حسين خطورته. هنا بقى مكمن الكلام اللي احنا عايزين نقوله بقى، هو هل هيسيبك بتتكلم عن جمال الجون والفوارق الفرديه اللي بين لعبتك ولعبته، ولا هياخدك لسكه التحكيم؟ طيب هم عملوا بص اللقطه بقى بتاعت الصوره، لان بقت احتفال جديد صورني يا زمان، هتلاقي امام عاشور عايز يصورهم، هو امام كان مصر ياخد اللقطه بنفسه بالكاميرا بتاعته، الكاميرا بتاعته يعني. لا واحتفالات يعني. لا تحتمل التاويل يا استاذ ابراهيم. لا احتفالات نظيفه. وبعدين بيرستاو واخد القرار وبالتركيز وفي التمركز كمان. بص امام ده اللي انا بقوله، بص الاسيست لازم بظهره حاسس، لازم يتحسد برضه. لازم تحس. أيوة مش كده، اتحسد، لازم اتحسد على دي وعلى الكاميرا بتاعته اللي جابت الصور. الكاميرا بص بقى، لا دي حتة تانية يعني، لا ارجع له تاني، ارجع له تاني، لان هو بص على ان هو يلعبها بيمينه وهو بيحضرها، بص وراح باصص بشمال ولعبها بشماله، فين
اتفرج على اللونج باص والقطعه بتاعت حسين برضو اللي مع حسين طبعا، بس الربط بينهم بمجرد النظر عالمي. سرو بقول لك ده لوحده يوديه المنتخب. تخيل بقى ان يعني انا متاكد ان فيتوريا اتفرج يعني اكد انه ده لاعب عنده امكانيات كويسه وماشي كويس. هذا ده غير الباص الحقيقه، هو بيقدم بشكل عامل مباراه كبيره، عامل مباراه كبيره وهجوميه ودفاعيه بشكل كويس جدا يعني الكره بتاعته عاليه يعني بيستلم ويستلم ويمرر ويعمل باصات مميزه جدا ويعمل اسيستات حلوه جدا لزمايله. بص يعني انت تقريبا قطع نص الملعب تعمل لونج باص بالدقه دي وبالقوه المظبوطه قوي ديت عشان تفرج وبشماله. استاذ ابراهيم في بعض الناس بتقول لك، ما انا سمعت الكلام ده وشفته في بعض الناس بتقول لك بص ان اللي بيعمله النادي الاهلي ده هي ديت الوقفه. لا لو رجعنا لها تاني، هو بص في الاول على اللاعب بيمينه لو شفته من وشه وفجاه قرر بشماله لونج بقى. بص الكادر اللي كان بان من الاول كنت هتشوفه، ايوه غير قراره عشان يحطها له هنا. تمام، بس احنا ما كناش هنستمتع باللعبه دي ونتكلم فيها دلوقتي الا لما بمهاره وروعه حسين الشحات طبعا، وقطعته الشحات وقطعته وكمان ايداع الكره في المرمى بالشكل الرائع يعني حسين الشحات الحقيقه طبعا بيقدم مستويات رائعه. خد بالك كمان هو لما اتنقل للناحيه الشمال صورته بقت احسن. انا عندي رد في الجزئيه دي يا استاذ. في ناس بتقول لك ايه بقى ومعروفه بالاسماء يعني ان اللي بيعمله مارسيل كولر في النادي الاهلي ده امكانيات لعيبه مش امكانيات مدرب. انا بس عايز اقول انا شايف ان الكلام ده بيندرج تحت كلمه مش عارف اقول ايه، ما علينا. بس الفكره كلها مين صاحب وصل اللعيبه للمستوى ده؟ لا ده انا كمان برضه مين اللي وظف قدراته في المكان مين ده؟ مين اللي ودى حسين الشحات تحت شمال؟ من اول الموسم اللي فات. بص بقى واحنا بنتكلم في مستوى السيستم، شوف طاهر بقى، شوف طاهر اهو، شوف طاهر راح فين. وعشان كده مارسيل كولر كان معجب جدا ولمسه رضا، ورضا موديه. بص اتفضل لا شوف بيرسي تاو بقى بيرسي تاو قرار مره واحده، مفيش ده جاي من نص الملعب على جاي ومش رافع وشه ناحيه الجون. خد بالك يعني بيرسي تاو لو جبت اللقطه اللي في الوش هو تقريبا شايف الجون. لا بس التحكيم هو اللي السبب في الموضوع ده. لا بيرسي تاو اعاد الاضاءه والزو رقم 10. بص رضا مودي طاهر، بص طاهر رفع عينه شايفه والتاني واخد القرار من قبل ما تجيله. يا باشا ده هو بيجري جاي واخد القرار اهو. بص طاهر بشماله لبيرسي تاو جامد جدا. بص بيدرس. شايف هو حتى مش لاعب هنا خالص، مش لمودس، ده هو مطلع بره. ده نقول له بيرسي تاو. بص امام بقول لك يعني المتعه فعلا في الثلاثه الاسيست مع بعض. لا حاجة مميزة جدا يعني، فرقة بتشتغل بتتدرب. انت بتتكلم على المدرب اللي بيقولها الاستاذ خالد يعني. لا انا مش انا اللي بقولها. لا انا بتكلم الحاجات اللي انت بتتكلم على المدرب بيعمل ايه عشان يوصل لعيبة المستوى ده. طبعا اهم ابرز مهام المدرب انه يطور قدرات اللعيبة، ان يشوف كل لاعب عنده قدرات ايه ويطورها، كل لاعب يقدر يدي ايه ويجيبه ويستخدمه بالشكل المناسب عشان يفيد الفريق. ده اللي بيعمله كل اربع نادي الاهلي وده اللي شايفينه في ارض الملعب. انت لما تلعب بقالنا خمس مباريات 3-4 3-4 بيترك مساحه للابداع على السوس. لا يعني يعني انت مش بس بتكسب. واحد يقول لك هو 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 كولر هو اللي قال لي امام يعمل الكعب، هو اللي خلق الحاله الهجوميه والمزاج الهجومي لامام انه يعمل الكعب والتوظيف ده. سؤال حد يسال السؤال ده؟ في يا حد يقول لك كولر قال لي امام بيعمل الكعب. في والله وبيطلعوا على الفضائيات. ده مش ممكن. وبيعملوا ترندات. بص انا عايز اقول لك على حاجه، يعني حاجه انا عايز اقول لك على حاجه، وانت هتلاقي الناس هيقول لك لا ما هو الاهلي بيلعب كويس ما عندوش احسن سكواد وما تفهمش ازاي. ماشي. يجي مدرب المنتخب ياخد 7 لعيبه ولو كان بايده كان ممكن ياخد اكتر، بس الزنقه بتاعت انك انت كهربا موقوف محليا فما بيلعبش. عندك عمرو السوليه مصاب كان دايما لعيب دولي، ده لسه اكرم توفيق لعيب دولي، كريم فؤاد كان موجود قبل كده. يعني في الوضع الطبيعي ممكن ياخد 10 11 واحد من الاهلي، ومع هذا تسمع نغمه الاهلي ما عندوش احسن لعيبه واحسن سكواد مش عارف في الزمالك او في بيراميدز. واخد بالك؟ طب بيعمل ايه؟ تسمع اصل هو ده المدرب ويرجع يقول لك لا بص الاهلي هو السيستم بتاع الاهلي اللي بتلعب الاداره. طيب ومش حدش عايز يقول هي المنظومه على بعضها، ما هي الاداره هي اللي بتجيب المدرب، هي اللي بتجيب اللعيبه، هي اللي بتحافظ على المناخ بتاع الفريق وحقوقه. بعد مباراه اتحاد العاصمه 17 هدف جبته وتلقيت هدف واحد. ما حدش عايز يعترف ان اللي بيحصل ده
شغل مدير فني. 17 هدف في 5 مباريات. امبارح تكسب 3 ويجي في الجون يبقى هو دي المشكله. عموما اعتقد مهم نسمع مستر مارسيل كولر. احنا سعداء جدا بالفوز النهارده قبل التوقف الدولي. اعتقد ان كان مباراه صعبه جدا ضد منافس قوي جدا. Wir mussten voll konzentriert sein, mussten gut arbeiten und wir haben unsere Möglichkeiten nach vorne ausgenutzt und dementsprechend sieht es vielleicht am Schluss klar aus, aber der Gegner hat uns schon auch das eine oder andere Problem bereitet. عشان كده كان لازم نكون مركزين كويس جدا في مباراه النهارده ونشتغل كتير. قدرنا ان احنا نستغل فرصنا كويس. النتيجه في الاخر شكلها كبيره لكن ما تعبرش قوي عن سير المباراه، ان كان ماتش صعب والمنافس خلق لنا فرص خلق لنا صعوبات كبيره. Schade, dass wir verletzt austauschen mussten, dass Imam raus musste. Wir sind da noch am Abklären, was es ist und wir hoffen, dass es natürlich nichts Schlimmes ist, dass er weiter dann mit uns spielen kann. زعلانين جدا ان احنا كان لازم نعمل تغيير اضطراري لاصابه امام في الشوط الاولاني. هو دلوقتي بيتم فحصه، بنتمنى ان النتائج تبقى كويسه والاشعاعات تبقى كويسه عشان نطمن عليه عشان يقدر يكمل معانا الفتره الجايه. هو لعيب مهم بالنسبه لنا جدا. Rausgespielt. Und das sind diese Position, die er spielen kann, weil er viel in Bewegung ist, weil er körperlich auch robust ist. Und ja, hat mir gut gefallen, das Spiel heute. طاهر عجبني النهارده وعجبني كمان الماتش اللي فات. لما نزل الماتش اللي فات وكان لعبته راس حربه، نزل 10 دقايق كان كويس جدا او لعب مهاجم. النهارده هو كمان كان نشط جدا، كان بيتحرك كتير، كان بيتحرك كويس حتى في كره، شارك في هدف مع رضا، لعبوا كره مع بعض وعلى الطرف وبعدين لعبها لبيرسي جاب الجون. فطاهر بيتحرك كويس جدا، بيأدي كويس جدا في المركز الجديد ده بتاعه. وانا عجبني طاهر جدا النهارده، حركته وجسمه بيقدر يقف على الكوره، بيقدر يحتفظ بيها، بيتحرك كويس. طاهر عجبني جدا النهارده، وده مركز هو يقدر يلعب فيه، مركز المهاجم. Aber Tore haben sie ja nur eins gemacht und am Schluss auch auf einen Fehler von uns. هو احنا برضه بننسى مره ثانيه فكره ان انا بلعب منافس كويس. يعني هم كانوا كويسين، يعني هم هجوميا كانوا كويسين. الشوط الاولاني بالذات كان عندنا بعض المشاكل اكتر كمان في عمليه التنظيم، وان احنا كان لازم نكلم بعض وفي عمليه التسليم. لكن في النهايه هما كانوا بيحاولوا، ما جابوش غير جون واحد، والجون اللي جابوه ده كان في اخر الماتش باستهتار مننا او غلطه مننا، لكن ما كانش فيه اهداف جابوها. لكن طبيعي ان انت بتلعب فرقه كويسه تقدر انها تخلق فرص. في بعض اللقطات ممكن ان احنا نتكلم مع بعض فيها، ان احنا نحسن فيها الوقفه، الحركه، ازاي نبقى كومباكت شويه في بعض اللقطات. لكن في المجمل ادائنا الدفاعي قوي جدا، بدليل ان احنا كسبنا 3-1. دفاعي قوي جدا بدليل ان احنا كسبنا 3-1. كمان كان قال في جزء من المؤتمر انه النتيجه ما تعبرش عن سير المباراه، وهو هنا ما بيقللش من فوز الاهلي قد ما بيحفظ للمنافس اداؤه، وقال ان انت بتلعب فريق كبير قدم مباراه كويسه. الحقيقه طبعا الاسماعيلي لا شك انه قدم مباراه كبيره ومباراه كويسه. دايما مباراه الاهلي بتبقى مباراه العمر بالنسبه للاسماعيلي الحقيقه. يعني انا اعتقد الاسماعيلي لو لعب كده هيخش مربع الزاويه مستريح. مستريح لو ادى قدام اي فرقه في الدوري هيأدى قدامها زي ما ادى بنفس الدوافع والتركيز، بنفس الدوافع والتركيز والحماس والرغبه. اعتقد ان الاسماعيلي ممكن يبقى في حته ثانيه. لكن هو بيطلع من ماتش الاهلي تلاقيه على طول ما تعرفش فين المستوى ده وفين المدرب. الانبي لما خسر من بيراميدز قال لك لعيبتي لسه متاثره تعبانه من ماتش الاهلي، لانهم بينزلوا بيجيبوا جهد وبينزل مجهود فوق الطبيعي. يعني لكن هم الحقيقه يعني واضح ان هم عندهم سكواد كويس. كلمه سكواد اللي طلعت لها في البخت بقى لها سنتين اللي محيره المهندس عادل، ده تعبان مش دول. انا مش عارف كلمه سكواد اللي طلعت لها دي، طلعت كلمه سكواد يقول لك مش عارف مين احسن سكواد. يا عم طب ما احسن سكواد اللي بياخد البطولات واللي متصدر واللي بيكسب واللي بيها، يقول لك لا بس هو احسن سكواد. ازاي يا عم هو كده؟ هو سكواد عمك سكواد ده يوم ما عندوش مدير فني؟ يوم الموضوع مدير فني؟
او لجنه التخطيط او مثلا اي كل شويه الحقيقه يعني كل المدرب محترم شاف فرقه بتلعب وبتادي اشاد بيها بشكل كويس وده المدربين المحترمين المدربين الكبار اللي عندهم ثقه في نفسهم وفي قدراتهم وفي فرقهم هو بيقول لك انا كنت ممكن اعمل نتيجه اقوى من كده فعلا الاهلي كان ممكن جات له فرص كتيره جدا كان ممكن يسجل منها هدف واثنين وثلاثه والاسماعيلي كان ممكن والاسماعيلي جات له فرص لكن ما استغلها يعني اقل فرصه كان ممكن يسجل اللي جه منها الجون يعني اللي جه منها الجون ده هديه من دفاع الاهلي بالظبط لكن الفرص الحقيقيه اللي جات لهم ما سجلوهاش فما عندهم مشكله في عمليه ان هو ينهي الهجمه بشكل قوي بشكل مميز اعتقد الاسماعيلي لو لعب بالشكل ده وادى بالشكل ده اعتقد هنشوفه في وضعيه ثانيه وفي مكان ثاني يعني كولر اشاد بطاهر وقال ان توظيفه كمهاجم فكره ناجحه. هنا نسال السؤال بقى يعني هنا هو ممكن يكون المدير الفني شاف حاجه غير الجمهور شايفها؟ ده يعني لازم طبعا. لازم الناس تفرق يعني لو حضرتك شفت حضرتك طبعا بتشوف في ردود افعال السوشيال ميديا بعض الناس كانت مختلفه شويه على اداء طاهر. وبعد المباراه مباشره بتلاقي المدير الفني بيشيد وبيجيب الكلام على اللاعب بالاسم انا معجب باداء طاهر وشايف انه بيأدي الاداء اللي انا عايزه هنا بقى المعادله انا عايز طاهر انا كواحد بقى بحب الاهلي ومتابع جيد للاهلي عايز طاهر يحقق المعادله دي معادله انه بيرضي المدير الفني وبيحقق اللي عايزه المدير الفني وبرده عنده امكانيات تبقى احسن من كده احنا بنحاول نخلي لاعبتنا تبقى افضل تقدم افضل ما يعني اللي عندك افضل حاجه عندك تقدمها حسين الشحات كنا بننتقد حسين الشحات وهو مع بيتسو موسيماني مع انه كان بيبقى في اوقات كتير حاسم ليه لان احنا عارفين امكانيات حسين الشحات اكتر من كده بانت امكانيات حسين الشحات امتى لما جه المدير الفني اللي اداله المساحه ده المساحه دي وخلق لحسين دور جديد من اليمين للشمال ده اللي بيحاول يعمله كولر مع طاهر عايز يستنفر طاقات اللاعب اللي قدامه شايف انه عنده كتير الجمهور نفسه لما بيلوم على طاهر او بيلوم على اي لاعب في النادي الاهلي مش عشان انه وحش لا عشان عارفين انه عنده احسن من كده واحنا عارفين ان طاهر عنده احسن من كده وانا متاكد انه هيجيب احسن من كده بجانب طاهر كان في اشاده كمان بالشناوي يا اوسي يعني الشناوي حتى مارسيل كولر قال شيء كويس للمنتخب ان عنده حارس بالكفاءه والقيمه دي الحقيقه الكابتن الشناوي القائد الحقيقه الفتره الاخيره مميز جدا وبيلعب دور كبير جدا في عمل انقاذات كبيره جدا للنادي الاهلي بيعمل انقاذات الحقيقه تستحق يعني زي ما بيكون في هدف الاسبوع يكون في صده الاسبوع او انقاذ الاسبوع هتلاقي الشناوي بيعمل الحاجات دي بشكل قوي جدا في مباريات النادي الاهلي وبيقدر يحافظ على شباكه بشكل كبير جدا يعني مش اللي حافظ يعني الشناوي في 17 ماتش ما خدش جون مش دفاع الاهلي ووسط الاهلي فقط اللي هم ساعدوه على كده بل ان الشناوي نفسه لعب دور كبير جدا في ان يظل محافظ على ده باثناء هدف واحد اللي هو دخل في المباراه الاخيره الحقيقه حاجه مميزه جدا حاجه قويه جدا في ثبات في المستوى في الفتره الاخيره اعتقد ان ده هيكون موسم مميز لان الشناوي يبدو ان بادي بتركيز شديد جدا ورغبه في تحقيق شيء مميز يعني في هذا الموسم يعني ووجوده مع المنتخب الوطني يدينا ثقه كبيره جدا يعني احنا مش مع الاهلي فقط لان المنتخب داخل على حاجات مهمه جدا في المرحله القادمه سواء كاس الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم فانت محتاج عشان عندك فريق قوي محتاج حارس قوي يقدر يتصدى لهجمات المنافس ويعمل لك انقاذات مهمه جدا يعني لما تبقى محتار تقول هو بيرسي تاو ولا طاهر ولا حسين الشحات ولا امام عاشور ولا ديانج ولا الصاعد الموهوب كوكا ولا الحارس الشناوي الحقيقه لما يكون عندك منظومه فيها كل هذا العدد وخط الدفاع ياسر ابراهيم ومعلول وهاني عبد المنعم وعبد المنعم المدافع الحقيقه النموذجي بيبقى عندك فرقه فيها الكوكتيل ده كله ومحتار تختار مين ولا مين اعرف ان عندك فريق مختلف جدير انه يمثل النادي الاهلي نشوف راي الكابتن محمد فضل النادي الاهلي بشكل مفتوح كده القصه الهجوميه امام النادي الاهلي صعبه الاهلي يمتلك قوه هجوميه رهيبه جدا وكولر بيعتمد ان هو يخلص المباراه زي نوك اوت يعني بيدور على اول 10 دقايق ربع ساعه على هدف باي طريقه يفتح بيه المباراه والمكنه ما بتقفش صح اوعى تلعب قدام اوعى تفتح الجيم قدام النادي الاهلي تزعل النادي الاهلي ممتع، النادي الاهلي عنده هدوء، النادي الاهلي بيلعب كرة حلوة، لو جبنا واستعرضنا الأهداف طبعًا إمام عاشور ربنا يشفيه بس إمام عاشور لو كان في الملعب لو كان كمل كنت هتلاقي أهداف أكتر. وإحنا بنتكلم أنا قلت لك يا سيف يمكن قبل المباراة أنا كنت متوقع المباراة دي 2-0 أو 3-1 النادي الأهلي. حصل 3-1 الهدف الأول هتلاقي إن اللي بدأ الكورة حسين الشحات، حسين لعبها لمعلول، معلول بص حسين الشحات لمعلول
تحرك امام عاشور، هو ده رقم 10. بص امام عاشور بيطلب الكوره جه شايف، بص حسين الشحات سند كويس جدا وقام جاي حاططها ببطن رجله ردت لبيرسي تاو. كعب امام عاشور يدرس طبعا طبعا، وكعب محمد عبد القادر في المباراه اللي فاتت نفس القصه برضه يدرس. ما انت بتتكلم ان وكهربا برضه كان عمل ثرو باس المباراه اللي فاتت، بس احمد عبد القادر عامل واحده اختها برضه. بص ده معناه ايه؟ ده معناه ثقه وقرار وشايف وفت، وانا عارف قدرات اللي هبقى عامله الباس سواء بكعبي او باي اوان. زي مثلا كره زي دي لو رجعنا، معلش ارجع تاني، الهدف ده اول حاجه حسين الشحات وبيرسي تاو فاتحين الملعب، فالاثنين بيعملوا بنتريشن. كره زي دي كوكا وقف بقى هنا، الاي كونتاكت بينه وبين حسين الشحات عارف ان حمدي نجاز على طول فاتح وقدر ان هو يقطم لجوه، وعارف ان كوكا هيحطها له بقوه الباس دي، انفراد هدف. حسين وبيرسي تاو متالقين جدا في حين الملعب. لما سيف زاهر يقول لك كعب امام يدرس، وقبل كده كعب عبد القادر يدرس، يعرف ان انت لما يكون عندك لعيبه في المنطقه الخطره دي واصله بيهم الثقه ان الباص الخطر جدا القاتل يبقى بالكعب ويبقى للي جاي في ظهره من غير ما يكون رابط بينه، يبقى الاي كونتاكت اللي بيتكلم عنه فضل الربط بين اللعيبه بعينيهم، لا ده الربط بظهرهم، ده امام بيباص بالكعب وعارف ان حسين جاي وراه من غير ما يشوفه، شايفه بعيونه الخلفيه قوسي، الربط بين حاله من التناغم. بالظبط دي حاله من التناغم والانسجام والتوافق بين اللعيبه في الملعب، واللعيبه بقت حافظه بعضيها وفاهمه بعضيها لدرجه ان اي لاعب عارف ان هيحط الكره هنا هيبقى في هنا، هو عارف هيلعبها بالكعب، عارف ان حسين هيبقى هنا بيتحرك. بالظبط لما عبد القادر بيعمل الكره كده عارف ان امام مثلا هيبقى، فحافظين بعضيهم بالظبط، وده شغل تدريبي، ده ما بيجيش من فراغ، ده تدريب كتير وتجانس كبير ومعايشه كبيره جدا وشغل نظري وشغل عملي بيشتغله المدير الفني، اعتقد حاجه كبيره جدا. يعني زي ما الفضل ان خروج امام امبارح انقذ اسماعيلي من عدد اكبر من الاهداف. الحقيقه امام كان هيفرق كتير جدا لو كان كمل في مكانه، مش تقليلا من البديل اللي نزل، لكن امام الحقيقه عنده قدرات وعنده امكانيات كواليتي عالي جدا، بيفرق مع الاهلي بشكل كبير جدا الحقيقه. يعني سواء ان هو يقدر يتعامل في وسط الملعب كلاعب مدافع بيقطع، او لاعب بيمرر بشكل كويس جدا، او بيعمل اسيست، او بيسجل اهداف، عنده قدرات عاليه وقدرات متنوعه تقدر تفيد النادي الاهلي وتقدر تعلي النتيجه وتقدر تصعب من مهمه اي فريق في التعامل معاه. ده فوق مهاراته العاليه في الاستحواذ والكره والتحرك والمراوغه، لا يعني حاجه ما شاء الله، يعني ربنا يشفيه ويرجعه. يعني خالد انت مع فضل انه اللي يلعب مفتوح قدام الاهلي يتعب طبعا ويستحمل اللي جرى له بجد، لانه كان في لاعب كان في حرس حدود اسمه زيكو تقريبا، هو انتقل لزيد مصطفى زيكو، كان ليه لقاء تلفزيوني برضه تقريبا مع كابتن سيف زاهر، وقال اللي بياخد الكوره وانت بتلعب الاهلي اللي ياخد منه الكوره تحس انك واخد عيل من عياله. ده كلام لعيب قابل لعيبه النادي الاهلي، وده يبين من قوه البريس والضغط، الشراسه الشراسه واستعاده الكره الثانيه، وان انك مش مسموح لك انك تاخد الكوره. انا صاحب الكوره، عارف انت انا بابا. يعني انا اللي متحكم في مجريات اللعب، انا اللي دايما ضاغط، انا اللي دايما باصص سيطرتي على الملعب، انا اللي شايف، انا اللي همشي الماتش زي ما انا عايز. وكولر في اوقات، وده اللي دايما بتكلم فيه، زبريم انت بتلعب منافس، انت ما بتلعبش لوحدك. ايوه انت على فكره دي الحقيقه اللي لازم الناس تاخد بالها، ده مهم جدا طبعا. انت ازاي بتلعب فرقه وارد ان تسجل، ده وارد ان تتعبك، وارد ان تبقى ند، لان هي دي الكوره. انا فما نزعلش الا ان انت لما تبقى انت اقل بكتير من المنافس، لكن هتواجه منافسين ممكن يكونوا في نفس مستواك وفي بطولات تانية ممكن يكونوا اقوى منك، فباستمرار تكون جاهز لتقبل ده. حتى في بعض اوقات المباراه هيكون مسموح، في بعض اوقات المباراه هيكون مسموح انه يكون اقوى منك. ليه؟ لان في رد فعل. أيوة. لابد انه يكون، اصل النادي الاهلي مش هيجيب جون واثنين وتنتظر من الفريق اللي قدامك اللي ما يكونش عنده رد فعل. خاصه لو كان نادي عنده اسم او نادي عنده تاريخ. صحيح. لابد انه يكون هيسعى عشان يضغط عليك، واي اي دفاع في الدنيا، اي خط وسط في الدنيا لابد انه يكون في ثغرات. احنا ما بنلعبش بلاي ستيشن، وحتى لو بتلعب بلاي ستيشن وانت متمكن هتغلط، لان هيكون في مساحات وفي لعيبه قدامك بتتحرك عشان تلعب على المساحات دي. الذكاء هنا بقى انك ازاي والفريق اللي قدامك بيهاجمك تخلص عليه.
وده اللي عمله مارسيل كولر وبيعمله مارسيل كولر دايما. ساعات الاهلي بيسيب الكوره بس وقت ما بيسيب في الكوره بيلاقي في ثرو باص زي كوكا كده بيضرب الدنيا خالص، بيلاقي تمريره زي تمريره رضا سليم، بتلاقي طاهر بيلعب الكوره بالعرض لو ما راحتش المودست هتروح اللي جايه من على البعيد يجيب جون. ده ذكاء مدير فني. عشان تعرف الاهلي كان اقدر واقدر بالثلاثيه، اسمع راي فاكهه الكره الاسماعيلاويه محمد صلاح ابو جريش. الحاجه اللي كنت متوقعها ومحمد فضل طبعا عارف ان الاسماعيلي ما يبداش الجيم مفتوح. كابتن ايهاب بدا الجيم مفتوح قوي، وده حاجه ما ينفعش تلعب بيها مع النادي الاهلي خصوصا في نص الملعب. يعني النادي الاهلي قدر ان هو يستغل الفرص القليله اللي راحت له في الماتش ده، لكن الاسماعيلي ما ختمش الفرص اللي جات له بجوان. فرص وخلق فرص كويسه قوي، لكن لازم نتفق ان خبرات النادي الاهلي النهارده حسمت اللقاء بدري قوي. التمركزات اللي موجوده في نص الملعب ادت اريحيه كبيره جدا لحسين الشحات وبيرسي تاو خصوصا في الشوط الاول، ان هم اتحركوا كويس قوي ما بين حمدي النجاز ومحمد نصر. يمكن الجون الثاني والثالث ال1 3 اللي اتعمل في الجون الاولاني، والانفراد الثرو باص اللي اتعمل لحسين الشحات في الجون الثاني حسمت اللقاء بدري قوي من الشوط الاولاني. طب يا قوسي، ما هو المدربين التانيين ممكن يقول لك لا طب هعمل ايه؟ يعني ما هو انا لو قفلت الجيم مع الاهلي انا احتار العب على مين ولا امسك مين؟ لا هو الفكره انك انت في النهايه بقى عندك عدد من اللعيبه في الثلث الهجومي بتاعك ممكن يتحركوا بين المساحات الصغيره، مش بس كمهاره لا كمان كخبره وربط بينهم وبين بعض. هي يعني مساله معقده جدا، يعني هتدافع هتتغلب، هتفتح هتتغلب، فهتتعور تتعور يعني. فيعني بس حاول انك تلعب بنوع من التوازن، يعني ما تتهورش قوي، يعني قدر المنافس اللي قدامك انك فعلا ممكن تضغط عليه، ممكن تستحوذ على الكوره، ممكن تسيطر على اجزاء كبيره من الملعب زي ما حصل امبارح، كوره واحده تروح عليك غلطت عليك. فالاهلي عنده قدرات عاليه جدا زي ما قال الكابتن ابو جريشه، عنده قدرات عاليه جدا تقدر تحسم الامور بسرعه وبسهوله ومن اقل الفرص. يعني الاسماعيلي جاي له امبارح ما لا يقل عن 24 فرصه ل 24 محاوله على الجون مقابل تقريبا 12 او 13 مش 24 فرصه 24 تزيد 24 تزيد على المرمى ايا كانت البتاع، لكن حاول يعني واخد بالك. طبعا الاهلي تقريبا الاهلي ما وصلش لنص دول، يعني عمل 12 او 10 جايب منهم ثلاث اجوان ومضيع على ثلاث اجوان تانيين. فالكواليتي بتاع الهجمه بيبقى شكله ايه؟ التنفيذ بتاع الهجمه بيبقى شكله ايه؟ الفينش يا خالد بيبقى شكله ايه بتاع اللي طبعا بتاع. وده بيتوقف على نوعيه اللعيبه اللي موجوده معاك في النادي الاهلي سواء بيرسي تاو او حسين الشحات. قدرات اللعيبه نفسها بتفرق مع الفرقه، وبتريح الفرقه وبتريح المدرب. وده طيب خليني اقول لك ابارك لجمهور النادي الاهلي فوز رجال السله على الاتحاد السكندري 82-77 ووصول فريق الاهلي للدور قبل النهائي في البطوله العربيه المقامه في الدوحه. الحقيقه سيد البلد الاتحاد فريق كبير في الباسكت، لكن كمان اوجست بوش ولاعيبته كانوا عنده مستوى الحدث، اتقدموا من البدايه يمكن 19-18، الشوط الثاني كان 43-35 46-54 بعد كده، وتفوق طوال كل اشواط المباراه عشان ينهي الاهلي هذه المباراه اللي اتلعبت في صاله نادي الغرافه في الدوحه 82-77، ويصعد الاهلي للمباراه النهائيه بينتظر الفائز من المحرق البحريني وسلا المغربي في نصف النهائي. اذا الاهلي في نصف نهائي البطوله العربيه، الف الف مبروك لجماهير الاهلي ولكل عشاق السله يا استاذ خالد. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومبروك لكل منظومه النادي الاهلي. فوز صعب بالتاكيد، نادي على منافس نادي الاتحاد يعني نادي قوي، نادي قوي ومنافس الفتره الاخيره، هو المنافس الاول للنادي الاهلي في السله. نادي الاهلي في السله عاد من بعيد مع اجوست بوش صحيح. والمنظومه اللي عملتها مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن خالد العوضي منظومه شايفها متكامله، وان شاء الله مع التدعيمات المستمره اللي النادي الاهلي بيسعى ليها وانه دايما بيقوي صفوفه، لا النادي الاهلي مبروك طبعا ورجاله طبعا رجاله النادي الاهلي رجاله.
الحقيقه انا حصلت طفره كبيره جدا في الالعاب الاخرى في النادي الاهلي، وخصوصا كره اليد وكره السله. يمكن احنا كان عندنا كره الطايره متميزه جدا حصل لها بعد انكسارات الفتره الاخيره، اعتقد دي جاري علاجه، لكن اليد والسله حصل فيهم طفره غير مسبوقه، واصبحت لهم اليد العليا في كل البطولات اللي بيروحوا موجودين فيها. يعني لسه كمان من 48 ساعه فريق اليد واخد دوري ابطال افريقيا، رجع بطوله افريقيا يعني، واخدها في الكوره واخدها في اليد واخدها في الباسكت، وبعد كده تاخد البطوله العربيه ولعبت كاس عالم وكاس دوري افريقيا، ثلاثه رايحين كاس عالم يعني طبعا بتشارك في ثلاث بطولات عالم في الالعاب الجماعيه الثلاثه. ده دليل على ان في طفره كبيره جدا حصلت في النشاط الرياضي الحقيقه. تحيه للكابتن خالد العوضي على الجهد الكبير اللي بيبذله واللعيبه والصفقات الكبيره جدا اللي بيعملها للنادي الاهلي يعني دايما. كل التحيه والتهنئه لرجال كره السله على هذا التاهل المستحق لنصف نهائي البطوله العربيه، وفي انتظار عودتهم بالكاس ان شاء الله. عايز اقول لكم الاوسي كان واحنا بنتكلم على تدافع قدام الاهلي ولا تهاجم، قال لك بصراحه ما هي صعبه، الاهلي فريق قوي جدا. ده مش كلام القوصي بس، ده كلام ابن الزمالك الكابتن كريم حسن شحاته. نشوف الاهلي يا جماعه بصراحه كده بالاخر جامد، يعني فريق قوي جدا، يمكن في الفتره الحاليه هو اقوى فريق في مصر واقوى فريق في افريقيا. لا مش بجامل، انا بقول ارقام وواقع. الاهلي في كل مباراه بيخشها في الدوري بتحس بفرق ما بينه وما بين اي فريق اخر، مع احترامي للجميع لكل الانديه. النهارده الاهلي نزل الماتش بتركيز، باصرار، عايز يخلص الماتش بدري، بستايل النادي الاهلي الانتشار الجيد، الضغط العالي. لعيبه النادي الاهلي ما بتديش فرصه لعيبه النادي الاسماعيلي ان هم يحضروا او يبنوا الهجمه من تحت ضغط على طول، الكره بتتقطع بسرعه، الكره في سرعه، رتم التيمبو او الرتم بتاع النادي الاهلي سريع جدا في الملعب، عنده كواليتي وعنده مهارات، عنده نص ملعب جامد جدا النهارده. مستر كولر بدا الفتره اللي فاتت يدي احمد نبيل كوكا في نص الملعب، الولد هايل في النواحي الدفاعيه وفي النواحي الهجوميه. النهارده عمل الجون الثاني لحسين الشحات، اليو ديانج في ظهره، عندك حسين الشحات، عندك بيرسي تاو، عندك مودست، في حركه، في مهاره، في قدرات، في امام عاشور طبعا همزه الوصل ما بين نص الملعب والنواحي الهجوميه، في انسجام في فريق النادي الاهلي مع الكواليتي العالي للعيبه، مع طريقه كولر. فاي فريق بيواجه النادي الاهلي عنده مشكله، الاهلي قوي. النهارده في اللعيبه بتجز، وانا قلت لكم سبب من الاسباب السنه دي ان كل واحد في لعيبه الاهلي بيموت نفسه عشان في واحد قاعد له بره جامد قوي على الدكه. وفي حاجه بقى كويسه في الاهلي السنه دي ومن السنه اللي فاتت كمان، ان كولر مدرب بيجيد الروتيشن، بيعرف ازاي يستغل امكانيات لعيبته كلها، ازاي بيعرف يغير التشكيل من غير ما يبوظ الطريقه. الحقيقه كريم جاب من الاخر، قال لك بصوا من الاخر كده الاهلي فريق جامد قوي، اقوى فريق في مصر واقوى فريق في افريقيا. احسن سكواد يعني. ما جابش سيره السكواد ده اعطيك سيره، لكن الحقيقه كان الراجل منصف جدا وموضوعي، انه الاهلي جامد جدا، اقوى فريق في مصر وفي افريقيا ما شاء الله. خالد كريم حسن شحاته من الاصوات العاقله الموضوعيه. هو مجبر، مجبر حقيقه يعني. هو مجبر، مجبر هو مجبر. اصل هيقول ايه؟ حد يشوف الحاجه حلوه يقول عليها وحشه. صعب قوي يعني. صعب قوي، صعب. انما الفكره كلها، وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، وده مش غرور. من يستطيع ان يهزم الاهلي الان هو الاهلي. هو الاهلي، هو الاهلي. ازاي بقى الاهلي؟ ان هو توصل له الفكره اللي الاعلام عمال يوصلها دي، اللي هو الاهلي جبار، الاهلي محدش يقف قدامه، الاهلي قطر وطايح في الكل، الاهلي محدش يقدر يوقفه، كل ده تقصد ناس تريح بقى. ده اللي عمل، ده اللي خسرنا سوبر افريقيا. الاهلي هو اللي خسر نفسه سوبر افريقيا. علشان كده الاهلي لما وقع وانا قاصد الكلمه، وقع في فخ الخساره قدام اتحاد العاصمه 17 جون في 5 ماتشات، واللي حصرني كسرني. ليه بقى؟ لانه اتقرص. طبعا عشان كده انا اقصد الكلمه، اللي يكسب دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها، اللي هيكسب الاهلي هو الاهلي نفسه، هو اللي هيسمح للفريق اللي قدامه انه اخطف وجري، زي ما حصل كده في ماتش اتحاد العاصمه، خطف وجري، اللي هو ما قدرش انه الاهلي، والاهلي كمان من كتر الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي هجيب الجول. يعني اللي هو ايه يعني، حتى لو الجون اللي جه في النادي الاهلي جه بدري، فالثقه اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي، لا انا هجيب، لا انا هجيب، فجاه الماتش خلص. فدي الحاله الوحيده
اللي الاهلي من الممكن تحصل معاه. كولر بقى اللي انا شايفه مش هيسمح بده. ليه بقى؟ بالحاله اللي حضرتك شايفها، مروان عطيه قاعد لكوكا، كوكا ومش قاعد لحد قليل لناشئ هو لا ده مش ناشئ، ده ولسه قدامه كتير. بتلاقي رضا سليم ما عندناش مدير فني، لعيب نجم بيبقى مصاب، فتقدر تلحق تجهزه في 48 ساعه وينزل يجري يدخل التقسيمه وينزل في التشكيل. لا لا لا، رضا سليم كان جاي نجم وهو نجم، اصيب بقى جاهز حاضر التقسيمه، استبعد من 18. ليه؟ لانه ما خدش تمرينتين مع الفرقه، ما خدش الانسجام مع زمايله في الفرقه، وبالتالي في لعيب تاني اسمه حسين الشحات هو اللي بيتمرن، هو اللي بيلعب كويس، يبقى هو لاعب اساسي. مفيش حد محجوز له مكان يا استاذ ابراهيم. قاتل في التدريبات، اظهر بشكل كويس، هيكون ليك مكان في الفرقه. الحاله دي هي اللي مش هتوصل الاهلي انه يخسر من الاهلي. عايز بس الاهلي ما يخسرش الا من الاهلي. قبل دي اختلف مع خالد في نقطه معينه في تعليقه على كلام كابتن كريم حسن شحات عندما قال ان كريم مجبرا على ان يقول هذا. انا من وجهه نظري ان كريم مش مجبر، كريم حقاني ومن الاعلاميين المحترمين اللي موجودين في الوسط الرياضي الحقيقه، ولما نلاقي حد زي كده نشيد بيه. كريم جاي زي عدد كبير جدا من اهل الشرط والفانيلا والكوره من الملعب للشاشه والميكروفون، ولكنه اشتغل قصه ثانيه خالص، اشتغل بشكل جيد جدا على نفسه، بيقول كلمه حق. الحقيقه انا متابع كريم من زمان قوي، من ساعه ما بدا حتى مسيرته مع الشباب الرياضه، دايما بيتكلم بشكل كويس جدا هو على النادي الاهلي. يملك من الموضوعيه انه لا يمكن الحق، يقصده هنا يملك من الموضوعيه ما لا يمكن الحق. بالظبط، هي دي في ناس كتير جدا يعني شايفين ده وما بيقولوه. لا لا لا، اللي اقصده هنا بل بالعكس بيقللوا وبيقوحوا. اللي اقصده هنا ان انا دايما بشوف الموضوعيه الحقيقيه اللي بتبان في تناول النادي الاهلي هو مش والنادي الاهلي بالحاله دي. انك تقدر، ما بتكلمش على كريم نفسه، انا بتكلم على كل الناس اللي بتتكلم في الكوره. الاهلي لما بيكون كويس بتلاقي كل المبررات وكل الحاجات بتقول وكل الاصوات بتقول الاهلي بيعمل كل حاجه. لما الاهلي يتعادل وبيكون بيقدم مباراه كويسه بيبقى الاهلي وحش في كل حاجه بما فيهم الناس اللي احنا بنتكلم فيهم. انا بتكلم في الموضوعيه على كل الاصوات، ما بتكلمش على كريم في حد ذاته. كريم من الاصوات المحترمه، ولما بنقول حد زملكاوي محترم وكل اخواننا الزملكاويه الاعلاميين محترمين ولهم طبعا ده شيء، لكن كريم الاحترام حاجه والموضوعيه والامانه والحق حاجة. وبيتكلم على النادي الاهلي بشكل يحترم طبعا ويعطي الاهلي حقه. هي جت فيه كده، انما انا اقصد يجب ان نشيد بها ونقدرها وعلينا برضه حتى خالد قصده زي ما فهمت انه في النهايه الصوره اوضح بكتير من ان ينكرها حد. تمام، بس في حدود بين كروع، في حد موضوعي بيذكرها، كان ممكن حد يتغاضى عنها. في كم حد بينكروها؟ يعني درجه تحت زي ما انت هتقصين يعني يا استاذ ابراهيم، زي ما انت قلت يا استاذ ابراهيم ان واحد يقول لك ايه، اصل ده اداره النادي الاهلي هي اللي بتكسبهم، اصل ده الجمهور هو اللي بيكسبهم، اصل ده منظومه. صدقني الجمهور ما بيحترمش كله، الجمهور لا يحترم هذه الاصوات. لكن يعني كريم فاهم كوره حقيقه، من الناس اللي فاهمه كوره حلوه قوي واللي بيتكلم في كوره كويس جدا، بالاضافه الى مهنيته وهو بيشتغل. يعني بيطلع نفسه في جزئيه ان احنا ده انا لا لا والله قصدي يعني انا كريم علشان يعني اعطي كل الاحترام لكريم حقيقه واحد كريم حسن شحاته. انا بتكلم محتاجين ان كل الاصوات العاقله يعني الصوت بالظبط. انا لما بشوف خالد التريبي بيعمل حاجه كويسه بقول لك خالد انت كويس ومميز، هو على طول خالد التريبي بيعمل حاجه كويسه يعني. تحيه لكريم حسن شحاته الحقيقه يعني. تحيه ليك انت على انصاف الموضوعيه، لانه كريم كمان يستحق. ما هو معنى كده انا ما انصفتش الموضوعيه يا استاذ ابراهيم. لا 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 لا، انت هاجمتها يا كابتن خالد. لا لا، انت شفت ان هو في النهايه هو مجبر، وانا على فكره وانا اوضح من انا مصمم ان الكل الان مجبر على انه يقول كده. مفيش حد يقدر يقول عكس كده، مفيش حد يقدر يقول عكس كده. شيء من التواضع، هو ده بطل الغرور اللي فيك ده. لا ده انت اللي هتضيعنا كده. شيء من التواضع. طيب خالد اشار له نقطه مهمه جدا، انه محدش يكسب الاهلي الا الاهلي، وان الخوف على التواضع، الخوف على الاهلي هو من الاهلي نفسه. لان انت تملك من اسباب القوه اللي لو انت في حالتك الطبيعيه تفرق كتير عن اقرب منافسيك. تمام، لكن الخوف زي ما هو اشار ان اللعيبه يتسرب لها هذا الاحساس وهذا الشعور وتبدا تشوف مقلب زي ما قال اتحاد العاصمه. اعتقد ده شغل المدير الفني وشغل مدير الكوره وشغل الاجهزه اللي موجوده جوه النادي الاهلي، سواء التخطيط او شركه الكوره. ويمكن كنا بنشوف ده مع مستر مانويل جوزي، يعني من ابرز المشاهد اللي اعرفها واللي سمعتها ان بعد ماتش 6-1 ان طلع قدام دوش ساخن جدا. ليه 6-1 بس؟
فاللعيبه كانت مندهشه جدا. ده احنا كنا بنزل 6-1. هو كان هدفه حتى لما طلع يتكلم بعد كده كان بيقول انا في ماتشات كبيره ببقى كسبان وبطلع شاد اللعيبه دوافع كبيره جدا. يعني اعتقد مستر كولر بيشتغل على ده، فاللعيبه دايما بتنزل عندها دوافع. لكن يا جماعه يعني في النهايه خد قبل كده الاهلي مش بلاي ستيشن، او لعيبه الاهلي دي مش الات حديديه شغاله بتحطها في زرار فبتشتغل بنفس الكفاءات. وقت انا لما بلعب مثلا 15 ماتش وماتش فيه ماتش يبقى ممكن طبيعي جدا ان اهدف ماتش طبيعي جدا، وعلى فكره وارد جدا الاهلي يخسر. يعني الاهلي مش بره الخساره، وارد ممكن يبقى عندك يوم يعني سيء بالنسبه لك، او يوم اللعيبه ما تكونش في حالتها، ما تكونش في حاله من التركيز. خروج امام مصاب وخروج حسين شحات مصاب برده يخوف، يعني طبعا. اللعيبه برده والارض برده ما كانتش مساعده، فاللعيب خايف. الملعب واضح انه كان مش مزيان. الملعب كان فيه مشكله في عوامل برده، فيعني عايزين الناس برده يعني الحمد لله الاهلي ماشي بالشكل كويس جدا، والناس عندها ثقه كبيره جدا في اللعيبه وفي المدرب. لكن مؤكد احنا في موسم طويل وفي عده مسابقات، الاهلي بيلعب في باكج مسابقات، مجموعه مسابقات، مسابقات عنقوديه، تطلع من هنا تخش هنا، تطلع من هنا تخش هنا، تطلع من الانديه تخش على المنتخب، تيجي المنتخب مسافر على تنزانيا، تيجي من تنزانيا عندك في القاهره. المسألة كبيرة والمشوار طويل جدا، ففي حالة زهق وفي حالة ملل وفي حالة إرهاق وفي حالة إيجاد وفي حالة تراجع وفي حالة عدم تركيز ذهني وحالة عدم ثقة نفسي، وفي لعيب بيبقى عنده مشاكل في البيت عاملة الحاجات دي كلها. أعتقد إن الفرق الكبيرة جدا عندها قدرات وإمكانيات تقدر تشتغل على ذهن وفكر اللعيبة بحيث إنك تحافظ عليهم. واعتقد ان الطبيب النفسي المفروض يبقى ليه دور كبير جدا في المرحله دي في المراحل مع الفرق الكبيره. ده كلام مهم جدا. والدور يا جماعه في الحاله دي اللي خالد بيحذر منها والقصي بياكد عليها، هي موجوده في الروتيشن، موجوده في التدوير. ليه؟ لانه اي لاعب عارف انه ورا منه في اتنين في مركزه بينافسوه على الاقل، واتنين ما يقولوش كفاءه عنه، وان اي حد هيقعد في حد هياخد الفرصه. عايز افكركم انه السنه اللي فاتت في جبهه واحده بس في ناحيه اليمين تعور افضل باك يمين وقتها اكرم توفيق ورباط صليبي وفي بدايه موسم، وتعور اللي بيلعب فوق منه او البديل بتاعه كريم فؤاد، والناس كلها قالت لك خلاص الاهلي كده الملعب هيفضل مايل شمال لعلي معلول، والناحيه اليمين دي ناس كتيره حملت على محمد هاني وتعرض لحملات كتيرة قوي من التشكيك في قدراته. النهاردة عايزين نحيي محمد هاني على وجه الخصوص، لعب على درجة عالية جدا من التركيز والكفاءة والإخلاص والحب والانتماء للأهلي. امبارح محمد هاني لعب زمايله احتفلوا بالمباراة 300 ليه مع الأهلي. انك ترجع تلعب بالتركيز ده وبالقوة ديت، انك وانت في السن ده توصل ل 300 مباراه مع النادي الاهلي، ده رقم يحيى عليه محمد هاني. ولما تفتكروا وترجعوا لكل الحملات اللي تعرض لها والتشكيك اللي حصل له، لازم نحيي صموده النفسي والصلابه النفسيه والمعنويه اللي عنده، ولاعب يحتفظ بثقته في نفسه ويشتغل على نفسه ويركز، ويبقى دلوقتي الظهير الايمن الاساسي لمنتخب مصر مش بس النادي الاهلي، ويبقى كل الجماهير مطمنه كويس قوي لوجود محمد هاني يا وصي. الحقيقه هاني بيقدم مستويات عاليه جدا، اداء رائع وراقي ومتميز بكواليتي عالي، بكره مميزه، بكره محترمه. هو بيبقى عارف هيعمل ايه بقى، حتى لما الكره بتبقى مع الزميل بيبقى بيجري عشان ياخد ويفضي مساحه ويستلم من خلف ظهر المدافع. كورته العرضيه مميزه جدا، دخوله منطقه الجزاء بيخش وبيروغ براس، مهاره بقت ما كناش لاقيها عند هاني. كمان مهاره التسديد على المرمى كتير جدا، يعني عايزه تظبط معاه شويه هيسجل اهداف الحقيقه بشكل كويس جدا. بقى اصبح افضل مدافع طبعا في الناحيه اليمين على مستوى الكره المصريه مع منتخب مصر، حاجه مميزه جدا. يعني اتمنى ان هو يستمر على هذا المستوى، هيصعب المهمه على اي حد يجي يعني. ان شاء الله لما اكرم يجي وكريم يبقوا متماثلين وجايين جاهزين، اعتقد هيواجهوا صعوبه جدا. ان اعتقد كولر هيفكر كثيرا ان يقعد محمد هاني، لان محمد هاني الحقيقه وصل لمرحله يعني لم يصلها احد في السنوات الاخيره مع النادي الاهلي. هاني نموذج خلق حاله الفتره اللي فاتت مع ميرسي تاو. ميرسي تاو ما شاء الله متوهج. وانا دايما بقول محمد هاني يظهر كويس قوي مع جناح كويس قوي. يعني خلي الجناح اللي قدام هاني مهاري وسريع يبين محمد هاني اكتر، ويخف الضغط من عليه. يخف الضغط من عليه هجوميا طبعا. هو انت لما يكون معاك ميرسي تاو الظهير اللي قدامه مش هتقدم كتير، هيرجع البلد كلها، وبالتالي هيسيب فرصه لمحمد هاني للابداع.
اما مساله الثبات الانفعالي ومساله انه يتحمل النقد وانه يشتغل على نفسه بشكل كويس، دي مدرسه الاهلي، ده ابن الاهلي. عشان كده دايما دايما نتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي لو خد السير الطبيعي ليه بيبقى مختلف. يتحمل الضغط، يتحمل الانتقادات، يتحمل التشكيك، يتحمل التقطيع عادي جدا. بيركز، بيشتغل في الملعب، ويرد بادائه جوه الملعب مش في السوشيال ميديا. انا ما بحبش اللاعب اللي يرد في السوشيال ميديا خالص. حتى لو كان لعيب كويس. ودي حاجه هنقولها للاعبين بعدين مش دلوقتي. لحد في لاعبين لابد ان هم يتاقلموا على لا الاهلي غير. الاهلي غير. الملعب هو مسرحك، المسرح بتاعك، تطلع غني ولحن ووزع حلوياتك زي ما انت عايز، انما السوشيال ميديا دي بتاعه الناس العاجزه اللي مش قادره ترد في الملعب. بصراحه من اللعيبه يا استاذ ابراهيم اللي بشوفها نموذج للكلام اللي بيقوله خالد، ملوش دعوه بالسوشيال ميديا وبيغنوا ويلحن في الملعب، محمد عبد المنعم. ده حاجه ثانيه. انا ما بشوفوش على السوشيال ميديا خالص، وده شيء رائع بالنسبه له. يعني ما بتشوفوش على السوشيال ميديا، تركيزه في ملعبه. محمد عبد المنعم في الملعب يمتعك باداء المدافع. يعني احنا عمرنا ما نستمتع باداء المدافعين. المدافع بتجيله كوره يضربها يشوتها يطلعها اوت، يطلعها كورنر يقطعها وبتسقف له، لان هو ده دوره. لكن ان يستقطع الكوره بشكل مميز جدا ويمررها بشكل مميز جدا، وبعد كده يروح عامل لك شويه حركات كده حلوين وحاجات جماليه في الكوره ويمتعك بالكوره. لا يعني محمد يعني نوعيه مختلفه جديده جانا في الملعب عشان تخليك تستمتع بالاداء الدفاعي للاعب مميز جدا وعنده برود وهدوء اعصاب. اسم الله اسم الله عليك. الفروقات اللي عملها محمد عبد المنعم دي هي اللي مخليها بعض الناس يقول لك اصله عنده حته زياده. ما هي دي اللي مميزاه. لما نفضل نتكلم على لاعب بكل التقدير والاعجاب والاشاده الحقيقه المستحقه، اعرفوا ان اللي قاله ابراهيم فايق كان على حق. نشوف. نروح للجوان بتاعه الاهلي، لان يتوقف مع حلاوه الاداء وحلاوه التناغم. لما النغمه تبقى حلوه تلاقيك غصب عنك تقول ايه، ها دي مش كوره، دي مزيكا. بيرسي تاو وصل للمستوى اللي بيه يبقى هداف الاهلي، يقدر خلاص، يقدر، لانه التواجد في المكان حلو والاحتفال حلو واللقطه حلوه وتدي لك انطباع عن الجزئيه اللي بقولك عليها، التناغم. بص امام واللمسه اللي في المكان وفي الميعاد المناسب. انا احب المهاره لما تخدم على مصلحه الفرقه، وما احبهاش ويبقى دمها تقيل قوي لو احنا في الملعب بنلعب لعب فردي. انما لما اعمل لمسه فرديه اوصل بيها فرقتي للجون، يبقى انا كده راجل برنس، راجل بفهم في الكوره وراجل بخدم على فرقتي. لكن ما احبش المهاره اللي ما تاكلش عيش. دي مهاره في محلها، مش بس ربط ما بين اللعيبه وما بين بعضها وتفاهم. دي الناس دي عايشه مع بعضها كتير قوي علشان خاطر اول لما هيستلم كوكا عايزك تبص على حسين الشحات، ما هذا الاسيست يا سيد كوكا. وحسين السهل الممتنع. عايز اقول لك على حاجه، حسين كان في احيانا كتير الكره بتعقرب منه في الحاجات اللي شبه كده، بس هو عارف يفصل خلاص. حسين بقى ما شاء الله وصل للتوب فورم، فبقى عنده القرار سريع وبقى واثق من نفسه، فبيتقتقش، فبيفكرش مرتين، يعني هرقص واخده يمين ولا هاخده شمال ولا هعمل كده ولا هعمل كده، جول. ده القرار برضه، خد بالك. ده اللي انا بشرحه لك، ده اللي اتغير في شخصيه لعيبه النادي الاهلي مع كولر، ما كانوش موجودين. حسين كان من سنتين فاتوا هيتقتق في الكره دي. عايزك تتفرج دايما على المثلثات اللي بتتعمل على 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 جنبين الملعب. الاهلي اخد شغل كتير يا جماعه، اللعيبه دي اخدت شغل في دماغها كتير قبل الملعب. الكوره بتاعت لعيبه الاهلي ميزتها في الفتره اللي فاتت الفتره دي ايه تحديدا، ان هم ما بيلعبوش في رجل بعض، مش كل واحد بيبص للتاني في رجله، بيلعب على المساحه. طول ما انت ما بتجري ورا المساحه وبتطرد المساحه بتاعتك، طول ما انت ما ايه، مبروك جول. فخلينا في الحته دي، لانه انت هتلاقي فيها شغل فني كتير جدا جدا للاهلي مع كولر، والحقيقه هذا ما يستحقه كولر. الحقيقه كلام مهم جدا من ابراهيم فايق، لانه مارسيل كولر بصمته على اللعيبه وشغله مع اللعيبه واضح جدا.
لا ده حسين زي ما كان حسين ولا ده امسكهم واحد واحد. كل واحد بصمة كولر بانت عليه. مع بعضهم بقوا فرقة بتعزف مع بعضها بإيقاع في تناغم كبير قوي يا أوصي، بدليل إن أنت ما انتش قادر تقول مين أفضل من مين. لا ده حسين ولا ده تاو ولا ده طاهر ولا ده منعم ولا ده ياسر ولا ده شناوي. الحقيقه نفس اللعيبه كانت موجوده. ايوه. والكواليتي اختلف، زي ما قلت لك دور المدرب بشكل كبير جدا ان يطور من قدرات اللعيبه، ان يستفز قدرات كل لاعب ويستخرج من كل داخل كل لاعب القدرات والامكانيات اللي جواه، بل بشكل افضل. يعني نحن لم نرى حسين الشحات بهذا الشكل من قبل. بيرسي تاو يعني كانت بدايته حلوه قوي مع النادي الاهلي، ولو تفتكر اول ماتش مع الاهلي جاب جونين واخر ماتش جاب جونين. اول ما جه بيرسي تاو جاب جونين وعمل رقصته الشهيره دي اللي كان عملها اللي اتخذت طلع الترند. فبيرسي تاو يعني انا ما كنتش متخيل انه يوصل للحاله دي الحقيقه، يعني اصبح لاعب من اهم اللعيبه اللي في النادي الاهلي، يعني اعاد الفريق لرقم 10. انا كنا مفتقدين رقم 10 ده في النادي الاهلي، يعني كلمه رقم 10 دي يمكن من ساعه ما كابتن الخطيب ما زهدش قوي الا قليلا في بعض الفترات، لكن الان بيرسي تاو بيعد لهذا الرقم قيمته بشكل كبير جدا. ده غير ادائه القوي. ابعد بس على كابتن الخطيب بس. غير لا انا بقول لي زهزح كده شويه يعني. غير اداؤه القوي، دي حته تانية خالص. غير مستواه المتميز، غير قدرته على تسجيل الاهداف، غير سرعاته، غير بقى يعني الاول كان لو حد عدى من جنبه كده كان بيقع على الارض، كان بيفقد الكوره. انك تاخد كوره من بيرسي تاو ده تبقى صعب جدا، يعني لو ما قدرش يعدي منك اكيد بيمررها لحد بشكل كويس جدا، يا اما بيروح يعمل اسيست، لا يا اما بيروح يسجل اهداف. حاجه مميزه جدا وحاجه فارقه قوي مع النادي الاهلي بقدراته وامكانياته العاليه جدا، بيقدر يخلق لك حاله ويبقى رايح عارف هو هيجيب جون يعني هيجيب جون. يعني استلامه للكوره اللي عملها حسين شحات، هي البعض يتخيلها ان هي كره سهله، لكن فيها صعوبه كبيره جدا. اولا انت استلمته وجاي مش في وضع معتدل، والعيال الاسماعيلي كلها الجون والمدافعين قدامك فتاخدها وتسددها بالقوه دي وبالتوجيه ده وبالشكل ده في الجون بشكل رائع، وكذا الجون الثاني وكذا اهدافه. اعتقد انه ينافس بقوه على اهداف الدوري السنه. اهداف بيرسي تاو كلها من مركز راس الحربه وهو جناح، وده خلى البعض يفتكر انه هل ممكن بيرسي تاو قدام يوظف كراس حربه؟ هتديني فرصتي بقى يا استاذ ابراهيم في الموضوع ده، لان عايز شويه وقت في القصه دي. لا قول، اصل انا اعشق المقارنات جدا في بعض الحالات. اتفضل. بيرسي تاو جه النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، ومع اقتراب رحيل بيتسو موسيماني الكل اجمع او الاعلام اجمع ان بيرسي تاو لن يستمر مع النادي الاهلي، لان بيتسو موسيماني وقال لك صفقه مضروبه سيذهب، ومرات بيتسو هي اللي جابته، سيذهب تاو حينما حل بيتسو موسيماني. ليفاجئ الجميع ان من اعاق، وانا اقصد الكلمه دي، من اعاق بيرسي تاو عن تالقه الحقيقي مع النادي الاهلي هو كان بيتسو موسيماني نفسه. ليه؟ عشان بس ما الناس ما تاخدش الكلام وتقول لك انك بتهاجم بيتسو موسيماني. انت بتهاجمه كده؟ لانه لا لا لا، ده مش كريم حسن شحاته. مركز. لان مارسيل كولر وطريقه تعامل مارسيل كولر فنيا وبدنيا مع بيرسي تاو تؤكد ان هناك اخطاء كانت ترتكب مع بيرسي تاو في التعامل معه في الجهاز الفني الماضي. تعامل تكتيكي؟ تعامل بدني. وتعامل خططي، لان كنا بنلاقي في اوقات كتير بيرسي تاو هو الملف البدني مع بيتسو ما كانش احسن، يعود من اصابه يدخل في اصابه ثانيه. فلما بيرسي تاو نفسه يطلع يتكلم ويقول ان اللي ده قال الكلام ده في صحافه جنوب افريقيا مش هنا، ويطلع ويقول ان مارسيل كولر وجد الخلطه بتاعتي والقصه بتاعتي في ان انا من الممكن العب دقايق قد ايه واشتغل ازاي واتدرج بدنيا ازاي، هنا انا بقول لاي واحد ان الموضوع هي امكانيات لعيبه، اقول له انت معلش شوف اي حاجه تانية في الكوره اتكلم عنها. لان هو نفس اللعيب اللي الحمد لله وربنا يحميه من الاصابات، انا بتكلم على حاله قدامي دلوقتي، هذا بيرسي تاو القوي بدنيا والشرس في الالتحامات ليس بيرسي تاو الهزيل بدنيا وقتما كان بيتسو موسيماني مديرا فنيا للنادي الاهلي ومن خلفه. المفروض اضرب قدراته. بالظبط. هو علشان كده اعلم بدواخله وكل علشان كده اللي وصل بيرسي تاو لهذه الحاله هو من وصل حسين الشحات لهذه الحاله، هو من وصل نبيل كوكا لهذه الحاله، ومروان عطيه لهذه الحاله، انه مارسيل كولر هو من طور اداء كل الفرقه والمنظومه، هو مارسيل كولر. ده
مدير فني بيشتغل على ادق التفاصيل كل لاعب ويتحدث مع ودي معلومات حضرتك عارفها يتحدث مع كل لاعب وكانه هو شخصيا طبيبه النفسي وطبيبه الخاص عشان كده بيبقى عارف تفاصيله ويعرف يلعب ده امتى عشان كده اللاعب لما بيقعد ما بيزعلش ليه عارف ايه اللي ناقصه عارف اللي جاي وعارف ان في حد هيلعب دلوقتي بيريحني وشال عني وخلينا ناخد في الاعتبار كمان الجهاز المعاون اللي موجود معاه طبعا لأن كلهم لهم دور بما فيهم سامي قمصان وبما فيهم كارلوس المدرب الجديد اللي مختص ده قصة بالتدريبات التخصصية وتأهيل العائدين صح أي حد ما بيلعبش بيجي لك مرة واحدة يعني رضا سليم يبقى بيتعالج يجي لك جاهز ويدخل ويبقى تلاقيه في أفضل حالاته لأنه في حد بيشتغل معاه على تأهيله في خلال فترة غيابه أستاذ محمد القوصي كنا سعداء بك النهاردة أنا اللي سعدت بتواجد معاك يا أستاذ إبراهيم ودايما بستمتع بالحلقات معاك وكنت كمان مع أخويا خالد الإتربي اللي دايما بحب أكون موجود معايا الحقيقة يعني ده شرف ليا الموضوع الإعلامية المميزة جدا الحقيقة أستاذ خالد الإتربي كنا سعداء بيك وبآرائك الجميلة النهاردة أنا أسعد أستاذ إبراهيم وأنتوا اللي بتدوني أنتوا اللي بتدوني المساحة للكلام ده لو كان كلامي حلو يعني ربنا يخليك الأربعاء 6:30 مساء إن شاء الله تعالى الأهلي مع سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة في الدوحة والكويت الكويتي هيلعب مع بيروت اللبناني ايضا في نصف النهائي كل الامل ان شاء الله تعالى بقدره لاعبي النادي الاهلي على اجتياز سلا المغربي والوصول للنهائي والعوده بالكاس ان شاء الله شكرا جزيلا لحضراتكم دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله اصبحوا على خير